معلش ما خدتش بالي. ما خدتش بالك؟ صباحه قلق وخسارة على الصبح. ولزومه ايه بقى الكلام ده وانا كنت وقعت البرج دي حبة كوبايات؟ يعني اعمى وبيجح البعيد. ما تتكلمي على قدك، انت طولت لسان وخلاص. ولسانك ده هنقطعه لك ان شاء الله. طب استنى اما اشبك لك عشان تطولي. اديني طولت يا اخوي. انا هديك وسك. انت بحني يدي وحني وشي. انا ايه يا لهوي؟ في ايه؟ صلي على النبي في ايه يا هانم؟ صلي على النبي كده. هانم ده منظر هانم. ايوه يا اخويا هانم، لك شوف حاجه. كفايه كده. كفايه ايه يا مدام؟ انت ما تعرفيش المدعو ده عمل ايه؟ كسر لي العده بتاعتي. غير قله ادب. قله ادب مين يا بنت؟ الولد ده حمايتي وشغال عندي. شوفي عايزه ايه من غير كتر كلام على الصبح. ناخده حق وماله، قدريه ويدفعوا. 3 جنيه 75 قرش تمن الحاجه اللي اتكسرت، و94 جنيه وربع تمن قله ادب امه. قله ادب ام انا؟ ايه ده؟ يا دوعه يا ادفع يالا. معيش غير نص جنيه في جيب. طول وعريض ومعكش غير نص جنيه. وماله؟ قلعوه. قلعوه ايه؟ قلع التنور. لا الساعه بس. الساعه دي جايبه اكتر من 200 جنيه يا مدام. هات يالا. ها اسيبهم عليك؟ اقلع يا كابتن. يلا كابتن. اقلع الساعه. الساعه بس. الساعه. ايه؟ هات السباحه. استديك وسك. ايه ده؟ ايه وسك ده؟ اقعد يا اخويا انت. لم. لم ده؟ انا كنت حلبه هاني. بس هو جالي بقى. سلمى انت يا بنت. يا سلمى انت يا زفت الطير. بس ما تقولش زفت، ما نبقوش في الدبلوم وتنادي عليا كانك بتنادي على الخدامه اللي جنب الدكتور. شت رطرطه ورغي كتير. انا مش عايز، انا صحه الصبح دماغي مصدعه مش ناقص. وجنب الدكتور ما يعرفش يعالج صداعه الا بالتنطيط على خلق الله. انا اسف اسف يا عسل يا بنت العسل يا سكر يا بنت السكر. يلا جهزي الفطار عشان انا جعان. يلا يلا. وبقى ما عندك الفول اللي جايباه هنا. الله ما تغرب لنفسك وتاكل. وبعدين يعني انا شهاده وعايزه اذاكر ونجيب مجموع. ذاكري يا بنت، ده احنا في اجازه نص السنه. اللي ما بتذاكري في الامتحانات هتذاكري دلوقتي؟ بقول لك ايه، الشويتين اللي بتعمليهم على هانم دول وبتستخبيها بيهم مش عليا يعني، فاهمه ولا لا؟ اقصى عليك يا عوني. انت بتقول على هانم غبيه؟ لا سهواك وقلب كلام. انا مش عايز من سكات كده. روحي حضري لي الفطار. يلا يلا يلا. امال الخدمه اللي جبها لك ابوك؟ هتفرق. دكتور عوني عبد الحميد الباشا. دكتور وباشا. وفي الاخر بدي حقن للبهايم والفراخ. سبحان الله. 1.6 يخلوني من دكتور بني ادمين يا عوني لدكتور بهايم. عون ايه سي عون؟ الفطار جاهز والشاي على النار. تأمرني بحاجة تانية؟ كنت عايز 5 جنيه اصور بيهم شوية ورق عشان مقدم في وظيفة جديدة. 5 جنيه فكة؟ لا عندك حق، ده على اساس اني معايا فلوس اصلا. لا ما انا عارف اني معكيش فلوس، انا قصدي يعني من الفلوس اللي طبقتها من هاني امبارح. طبقتها؟ بالذمة دي لغة واحد دكتور؟ دي لغة واحد شاور عجي. دي كانت فلوس الدرس. درس يا ام دروس. بقولك ايه، قصري في الحوار بدل ما اقول لهاني مع الحقيقة. حقيقتي ايه؟ انك بتاخدي الفلوس وما بتروحيش الدروس. لا انا بناخد بدل الدرس 5، وعندك المدرسين نروح اسال. ادي كمان اللي كان ناقص. ماشي. إن شاء الله حضرتك مش هتندم على اختيارك ليه يا فندم. المهم إن عايزك تكون حساس. الخيل حيوان ابن أصول.
فندم انا عايز اقول لحضرتك ان انا سعيد جدا بالتعاون مع حضرتك، وعايز اقول لك ان انا من صغري بحب الخيل جدا، وانا دلوقتي بعمل دبلومه فيها فصل كامل عن علاقه الخيل بالانسان وكيفيه تطوير علاقه الخيل بالانسان من نواحي. المهم ان انت تكون استوعبت انا عايز ايه بالظبط. طبعا طبعا يا فندم انا مدرك كل حضرتك تقصده. كويس اتفقنا. في البدايه واول 3 شهور هيكون المرتب 2000 جنيه ودي فتره تجربه. لو تأقلمت مع الخيل وحبتهم وحبوك المرتب هيتضاعف. يا فندم ان شاء الله انا هكون عند حسن ظن حضرتك وحسن ظن الخيل. اتفضل انت. قول يا دكتور والدك بيشتغل ايه؟ حضرتك والدي بيشتغل في محل مجوهرات. وهو فين دلوقتي؟ هو في السجن. انا للاسف ايوه يا باشا. هتشوف الباشا عايز منك ايه وتجاوب على كل اسئلته. خلينا بقى نتحرم طلعتك البهية. هو حصل حاجه مني عدم المؤاخذه؟ هو يقولك على كل حاجه. اقعد يا عبد الحميد اقعد واسمعني كويس قوي. دور لي على سبب واحد يخليك تعمل في نفسك اللي عملته ده. يا باشا انا قلت كل اللي عندي من 4 سنين، قلته للبشوات اللي سالوني، وما عنديش كلام تاني اقوله. انا معترف، معترف بامام اللي عرضت الدهب، فرغالي بيه وبنته وابنه، ما حدش منهم ليه دخل باي حاجه. وده مقابل ايه؟ الحقيقه ملهاش مقابل. دي الحقيقه، انما الكذب له مقابل. اقول لك انا 1000 جنيه شهريه لولادك و250000 يتدفعوا لك بعد الافراج. اه يا باشا. لكن اللي حصل انهم دفعوا لولادك لمده 2 سنين بس، وبقالهم 2 سنين ما دفعوش ولا مليم. مش مصدقني؟ عندك حق، ما هم ولادك ما حدش منهم جاب لك سيره، خايفين عليك لا تتهور. ولو انهم عارفين نقول بيتهيأ لهم ان فرغاني وبنته ممكن يوصلوا لك داخل السجن فسكتوا. ولو ان ده غلط. امال الولاد عايشين ازاي؟ يعني كلامي مظبوط؟ انا عاقل كل اللي عندي قلته. يبقى تسيبني اكمل كلام انا الاول. على الاقل اعرفك ولادك عايشين ازاي. الواد الكبير بعد ما اتخرج داير زي التايه بيدور على شغل، والواد التاني في الخدمة العسكرية. بنتك الصغيرة في الدبلوم، أما بنتك اللي من مراتك التانية دي طفشت بعد ما اتحكم عليك ب5 أيام وعايشة في القاهرة عند خالتها مجرد خدامة لبنتها المريضة. وهانم، هانم بنتي هي مش بتجيلك كل زيارة؟ وهو ميعاد الزيارة قرب، يبقى اسألها هي بتشتغل ايه وبتصرف على البيت ازاي. ازاي يعني ايه؟ مش هقدر اقول لك لانك مش هتصدقني. ايه؟ حصلت لانك تقول لي ان انا مش ممكن اصدقك. لا اطمن، مش قوي كده. الحقيقه بنتك ب10 رجاله من عينتك، رغم انها بنتك، بس يظهر تربيه امها واللي ماتت حصره عليك جابت معاها نتيجه. بنتك يا عبده شغاله على نصب شاي في الزنقه، عرضه وملطشه للي يسوى واللي ما يسواش. بقت مشهوره بالمطوه، لان المطوه ما تفرقش جيبها، بتدافع بيها عن نفسها بعد ما بقت مطمع للنشالين والسوابق. لا لا لا، مش هي دي الحقيقه، مش ممكن ابدا. كنت عارف انك مش هتصدقني، بس بعد ما تخرج من هنا دلوقتي هتلاقي واحد بتثق فيه هيأكد كلامي. اتفضل بسرعه. الله يكرمك. صلحي، ازيك يا مصلحي؟ ازيك يا عبد؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ صحيح صحيح الكلام اللي بيقوله فريد باشا ده؟ صحيح، وانا ياما نصحتك قبل كده وقلت لك وانت ما سمعتش كلامي. طمعت. انا ما طمعتش، انا خفت محدش يطمع في الحبسه دي ولا جمال قارون. انت ما تعرفش حاجه، محدش يعرف حاجه، كل بيتكلم وبيلومني وانا ادينا متسلسل بين 4 حيطان ومراتي تموت وعيالي متبادلين بره واولادي يموتوا بالحياه.
وبنتي بنت هانم. أنا بنت نورت البنات وغمضرته تتبادل بسببي، وحتى ما ترداش تقول عشان خايفة عليا. البت عندها حق، ما أصلك أنت مش عارف حاجة. قولي يا صاحبي ونورني. ما هاني لو نورتك الدنيا هتضلم في وشك. استعوض ربنا، استعوض ربنا بقى على اللي فات من عمرك. أني خايف من فرغلي. لا فرغلي مين؟ فرغلي خلاص سلم نمر الدور والباقي على الحية بنت صفية المدام، بقت الكل في الكل دلوقتي، خصوصا بعد المحروس ابنه مسافر أوروبا يتفسح، وانت عارف سمها شكله ايه. انت هتقول لي عليها؟ عوني ايه يا ولد؟ ايه اللي جابك؟ خير في ايه؟ ايه يا هانم في ايه؟ هو تحقيق جيت وخلاص. جيت عشان خلاص يا هانم، ما ينفعش نعيش الوقت، لازم نتنيل نعيش على ارض الواقع. اللي حصل حصل من زمان وخلاص يا هانم، وانت بقى لازم ترجع البيت، وكفايه عليك لحد كده بقى. يا ولد طب وفر الكلمتين دولت لحد ما عمك مدبول يجيب لك الوظيفه اللي كلمته. خلاص وظيفه ايه يا هانم؟ انت بتحلمي؟ انسي الكلام ده خالص، واريح لك تعلميني كيفيه صناعه القهوه. قهوه ليه؟ شايفنا بالنظيره؟ ايه اللي جرالك؟ لا حول ولا قوه الا بالله، انا قايله اليوم مضحك من اولها. ولا 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 والله العظيم قلت لهم يغزوها، ما انت شفت بنفسك يا هانم. خلاص يا ولا اللي حصل حصل، المهم دلوقتي في اللي جاي. الزنقه كلها واقفه على رجلك، تقوليش البنت هانم دي سحره لهم. اظن ما تكبر حزه في نفسه قوي، مع حمايته. يا ريت جت على مدبولي وابنه بس. ولو الزنقه كلها بصباع رجل الصغير ازنقهم، وبالصابع التانيه توي الكبير فيهم. شوفي بقى تاج راسي، نواعم بعتت الواد جمعة يعس على الواد من الكنيسة اللي مرضوش يسمعوا كلامي، واد حويط وبرم. الولا هنداوي فاع تلفون في اسم المنشية قلب بيه الدنيا، عكش الواد عويجة وكل اللي معاه، مش هيهمدوا إلا لما يمسكوا العيال بتوع عبوير. الولا جودة الأحول سايب وركب عربيته ماسك كتابين تحت باطه ورايح للمستشفى عشان يشوفها. شفتي؟ كنت هنسى تجراسي. الولا سياف واخوه بردويلي هما الاثنان. كفايه كده شكرا، كل دول ما يهمونيش، المهم ده كله بصلحي. بصلحي ده هنعمل بيه ايه؟ ده هو الوحيد اللي صاحب ابوها، عايزاك تركز عليه اليومين دول، وفي الخبثه كده يكون عندي بكره، وسيب الباقي عليا. طب المحضر ده جراسي اللي زمانه كتب دلوقتي يا حبايبنا كتير ويا مكتر المحاضر وشرف امي، هو ده اللي حصل.
يعني عاوزني اصدق ان علي المخبر نفسه هو اللي وزك تعمل كده؟ هو اللي قال لي روح يخطف الموبايل من نصب سعادتك. وبعدين يعني البنت دي عدم المؤاخذه انا بقلق منها شويه. في ثانيه تلاقي المطوه بتزغرط في ايديها وتقوم مناولاني، وقبل كده كانت هتسيح دمي عشان اتكلمت يعني في الموبايل عدم المؤاخذه وما دفعتش. طب وايه مصلحه علي المخبر في ده؟ عدم المؤاخذه انا كده هتكلم، بس حضرتك تحميني منه. هو قال لي انها رفضت تديله 100 جنيه اتاوه في الشهر عشان يسيبها يعني توقف في المكان. امال مين العيال اللي ضربوها بالمطوه؟ انت ما تعرفهمش؟ انا اول مره اشوفهم يا باشا. انا نعرف كل العيال اللبش اللي موجودين في المنشيه، وده اذا ما سيادتك امرت واوجه واحد منهم. خلاص يا علي، بس احنا هنضطر ننقلك لمده كده لاي اسم تاني انت تختاره. ليه بس يا باشا؟ انا نفذت كل اوامر سيادتك امرت لي بيها. مزاجي كده يا علي، انصراف. وطبعا مش محتاج اقول لك ان كل اللي حصل ده مش عاوز حد ياخد بيه خبر، تمام؟ زي الرزالة اللي انت فرضها على السريحة. انصراف يا علي. تحت امر سيادتك يا باشا. ها يا باشا، ناوي تعمل ايه في النشال واللي معاه؟ محضر وهيحفظ، وده طبعا كان بمشورتك، ولو اني يعني مش عارف ايه السبب، لكن ده مش مهم. وهو كذلك. متشكرين تعاون سعادتك يا باشا. شرفت يا فريد باشا. شكرا يا باشا. الف سلامة. الله يسلمك. مع السلامة يا باشا. شكرا يا باشا. تعال يا عبد الحميد. تعال يا عبد الحميد، انا اللي طالب زيارتك. فين ولادي؟ ما حدش من ولادي جه معاك ليه؟ مشغولين. الله يكون في عونك. طيب سيادتك عايز مني حاجة ولا ارجع؟ الحقيقة انت اللي عايز. على الأقل أطمنك على بنتك. الله يطمنك. وش فيها؟ مين في بناتي؟ اللي بهدلتها بعملتك. أمين؟ كانت راقدة من يومين اتنين بين الحياة والموت. طعنها واد صايع من صايع الشوارع. النهاردة خرجت من المستشفى لأنها مش حمل مصاريف العلاج. ولولا ولاد الحلال دفعوا لها الفاتورة كان زمانها مشرفة جارك هنا. انت عايز مني ايه بالظبط؟ انت عارف كل مداخل ومخارج فرغاني وبنته في التهريب. تهريب الذهب ده تخريب لاقتصاد البلد يا عبد الحميد. تفاكرني منهم؟ انا حيالله حته سواق بشتغل عند البيه والمدام والعيال ومدارسهم. روح اسال. اسال مين؟ ما تتكلم. الجمارك الجمرك ورجالته. انا لو كان ليا نفع ما كانش ضحوا بيه. ما كانش ده بقى حالي. هما لو عارفين ان انا لو عارف حاجه ما كانوش عملوا معايا اللي عملوه. فكر فيها كويس. يعني انت ما تعرفش حاجة؟ اي حاجة ممكن تساعدك. انا ممكن اخليك شاهد ملك وتخرج من السجن بدل ما لسه قدامك 3 سنين. او سيادتك قلت بنفسك اهو. تفتكر يعني بعد اللي حصل لي ده وبهدلت بنتي وولادي كنت سكت ولا رفضت اتكلم؟ ارجوك ارجوك شوف لي طريقة، اي طريقة اروح اطمن على بنتي. اشوف بقى ولو دقيقة واحدة بس. دخلت ام مينا. انا شفيق. طب وخالي فين؟ طب انا هاجي على انا هاجي دلوقتي. طب سلام. في ايه يا شفيق؟ أمي وقعت من طولها وخالي مش موجود. حول الله. طب تعالى. يلا خد دول وطير على مصر. امسك. أنت المدعو شفيق؟ يا باشا خير. يعني أنت شفيق؟ أيوة باشا. شفيق؟ معرفش مدام دي بطاقتي إيه؟ شفيق عبد الراضي. خير يا بيه؟ لا مش خير يا مدام، شفيق مطلوب معانا في الاسم. يلا تعالى معايا. أنا عملت إيه؟ عملت إيه يا حودة؟ جراية حضرة الأمين وأنا متهم ولا إيه؟ الباشا مشغول تقول لك جيله في يوم تاني، المفروض تعملني معاملة أحسن من كده، راجل متعلم. اللي قدامك ده ثروة قومية. يلا يا أحمد بطل دوشة يا ولد. يلا على فكرة عيب قوي، العبد الهلال اللي قدامك ده اللي هيغير مسار السينما المصرية. طب يا ابني، ولما سعادتك يفضل أدخلك ليه؟ اشتغل يا ابني. ما أنا ماشي معاك بالزوجة. بس هاي
تقف هنا، تقف هنا زيك زي الصنم، انت فاهم؟ اختم الورق ده واجي، خلي بالك منه يا سيد. حاضر. الله يكون في عونك، معلش. أنا شفتك قبل كده. أنا برضه بشجع عليك. أنت عملت إيه؟ والله العظيم ولا أعرف، ولا حد فاهم حاجة، ولا حد عارف حاجة. يا سلام، يعني أبوك جاله من غير ذنب؟ يعني دي هتفرق في حاجة؟ لا. أنا شفتك في حتة قبل كده. أنت بتروح المنشية. يبقى أنت شفتني في الزنقة، ما أنا شغال هناك. يبقى أنت. أنا إيه لمؤاخذة؟ لا ما تاخدش في بالك. طب أنا في خدمة أقدر أقدمها لك. ما أنا مش عايز أتعبك معايا يعني. يا عم مش هتتعبني ولا حاجة أقول. طيب لو ما فيهاش مضايقة يعني. في بنت بتبيع شاي على ناصية الزنقة. البنت دي عندها محمول خط. ما اسمهاش بنت. اسمها الأنسة هاني. أيوة هي هانم دي. تروح عندها بس وتخليها تطمن أمي. النمرة موجودة عندها في التليفون. أنا تليفوني قطع شحن. وشكلي كده هشحن هنا بتاع 3 4 ايام على الاقل. طب ما تديني الرقم واكلمها انا. ما انا بقول لك مش عايز اتعبك معايا يعني. يا عم مش هتعبني ولا حاجه. طب اكتب الرقم. امشي يا انا همليك نمره. ايوه امشي. يا ايه يا باشا؟ انا هاخد بس رقم منه يا باشا. طب كلمها ايه النمره على الموبايل. هطمن انا هكلمها واطمنها. باشا عايزك. ربنا يخليك يا باشا. اتفضل يا باشا. ادخل. ازيك يا باشا؟ اهلا حضرتك. انا النجم الصاعد بدو عبد الحميد محمد الباشا. محمد الباشا حضرتك؟ والله ده مش لقب، ده هو اسمه كده. ايه كان طمعان في البشويه حضرته؟ اه ايه يا عم اشتغل يالا. اشتغل يالا. هو ده تاني برضه حضرتك؟ ده ثروه قوميه يا لوع. اقصد حضرتك لوع. لوع حاضر يا باشا. قلت 100 مرة بلاش ضرب المواطن في الطرقة. ربنا يخليك يا باشا. في زلزانة تلمكم. أنا مجال التنفيذ يا باشا. إصراف. يلا هات معايا. ما عملتش حاجة. أقول لك معايا. يا بدوي. قلت لي بقى أنت عايز إيه؟ أنا عايز أخدم سيادتك في أي حاجة. أهلا يا بدوي. تعالى تعالى تعالى. أقعد. ربنا يخليك يا باشا. أقعد. ربنا يسترك مع وجهك يا باشا. إلهي يا رب يخبز لك العيش. أنا كنت طلبت قبل سيادتك. تشرب معايا إيه الأول؟ أنا؟ سيادتك تطلبه. دينا قهوة سادة يا ابني. حاضر يا باشا. في فرق كبير بين الحقيقة والخيال، مش كده؟ مش فاهم قصد زيادة. يعني في المسلسلات الضابط بيقدم المشاريب وابتسامته مالوي وشه. بس سيادتك في المسلسلات مفيش لغة المخبر ولا المواطن اللي بيتضرب في الطرق ولا حتى في الزنزانة سيادتك. يمكن المؤلف ما دخلش مرة اسم ولا قابل لغة المخبر. لا والله يا باشا بيكتبوا بس الرقابة ما بتسمح لهمش. وبعدين يعني لو كل المؤلفين كتبوا حقيقة اللي بيحصل ما هم مش هيسيبوا مؤلفين في البلد سيادتك. تعال يا ابني. ما تخافش يا بدوي ما تخافش. اتفضل يا باشا. ما تخافش يا ابني. اشرب قهوه. ولا مؤاخذه ليه؟ انت مش جاي تقابلني ومنتظرني بقالك ساعات عشان نتعاون؟ ولا جاي تشرب معايا القهوه الساده اللي انت ما بتحبهاش؟ حتى دي سيادتك عرفتها. ما علينا خلينا في المهم. شوف كنت هتنسيني اقول لك الباقيه في حياتك. تصور هو ده نفس الشيء اللي حصل لي زمان لما رحت اخطب. وايه تاني ما تعرفوش سيادتك؟ المهم خلينا في الاهم بقى. احنا هنعقد معاك صفقه كده واكيد هتعجبك. يا رب توافق. ورحمه امي يا باشا موافق. حياه ربنا موافق يا باشا. هاني خد عايز واحد شاي. اشرب شايك من على القهوه يا اخوي. ليه ده هانم؟ خد معاه لوز جني. جني لقيت الجنه اكتر ما انت مجنون يا بعيد. ليه ده لوحه جه؟ ها انت قاعد هنا بتشرب الشاي وانا قاعد هناك متبهدل بسببك. ها انا اقول لك طيب انا يا ابني خليني اقدم بلاغ كاذب وتضحك عليا الصغير عبد الكبير يا ابني. معلوعة يا عد! معلوعة! قدامي! حالي معنا اكل وسه وادي على طول. اكل وسه! اكل وسه! اطلع!
ده ايه يا ولد؟ ده مش قلف حاجه بس استهدينا اللوى. افتح المحضر يا متولي. محضر ايه بس يا متولي؟ ايه بس يا حضر يا شيخ؟ هنعرف كلنا دلوقتي لما تعترف. الحرب اعترف يا علب. انا غلط. لوى ايه ده شويه لوى؟ اكتب عندك ما قولك في التهم الموجهه اليك من كونك متهم ضليع الاجرام. انت حطه مش افهم الكلام بالتقسيط. اسمك وسنك وعنوانك. حطه ابن محوده. عندك كام سنه؟ مش اعرف. وانكر المتهم عمره وسالناها اين تسكن. في السالح يا باسا. حطه في السالح باسا. في السالح. وانكر ايضا مكانه ويظهر ان مفيش فايده. لوى اعترف. اعترف اقول تقول لحد بلاش له. يعني انت معترف انك قدمت بلاغ كاذب لا اساس له من الصحه في المدعو. هو اسمه ايه؟ شبيه الله يسعدك. انت بس حدى ابسم معصر عليه. وايه السبب؟ عشان حدى اكله ولا ده تلاتين. لوى لا احلى الواد ده بره والساعه 2 ودي لي صلاحيه. سنه كبيره يا باشا. مالكش دعوه ودي لي صلاحيه انا هكلمه. سعادتك يا باشا بالنسبه للشبيه اللي بره يا باشا والجزء ده الواد اللي بره ده هنفرج عنه حاجه وانت بقى تستاهل كل اللي جرالك عشان تاخد بالك بدل ما ترمي التهم على الناس. اتفضل. وانت يا ابني اقفل المحضر مع السلامه. نفسي بس الدنيا وزدني محدش اذانا الا انت يا المنزيه. انا ماليش بس اوعى بقى اوعى بقى بس مريم. انت لا قالت ايه اصلي انت ابدا هتحوط ابدا يجيب لك بلوى هنا. رايح تبلغ عني انا؟ طب اعمل حساب العيش والملح اللي بينا. ملح حسن ملح. انت فاكرنا حوت عبيطه؟ لا انت ابعد عن اللي في دماغك ده. قصدك ايه يا واد؟ هانم؟ النبي ايه؟ مالكش دعوه بيها والا اديك واس. لا يا شفيق قوم اخلص. ايه يا عم اخلص يا باشا عايزك. عم تجيب واتس واتس تبدا. ايه ده الراجل ده؟ تمام يا باشا. متهم شفيق يا باشا. تاني يا جوه متهم؟ يبقى الباشا متصل من مصر مخصوص لك لخاطره وتقول له يا متهم مش كفايه اللي عملته؟ غلطه مش هتتكرر يا باشا. ابعت حد يجيب له فطار المره نصالحه. تمام يا باشا. برضه مصمم تروح لابوك يا بدوي؟ انت مش هتيجي معايا ولا ايه؟ والله ما عارف انت مودينا على فين. كلام هنا مغير رايك؟ لا انا طول عمري الراي فيك واحد. اناني مش كده؟ لا طبعا واطي. طيب انا هروح لابوك ولو سال عليك اقول له ان انت عيان الحمار اللي خبطك في رجليك. امشي. انت تايه ولا ايه؟ الطريق اللي انت ماشي منه ده باشا ده الطريق اللي بنمشي فيه لما يكون معانا واحد عايز يمشي في سكة اللي يروح ولا يرجعش. افهم ايه العبارة؟ في ايه؟ في ايه يا كابتن؟ هنفهموك العبارة بس تقدر تعتبرني اني المتحدث الرسمي. طب انتوا عايزين ايه؟ هنعلموك في وشك كام علامة حلوة كده عشان لما تروح لابوك يا روح امك لما يخرج باذن ربك ان شاء الله يقدر يتعرف عليك لو تهت ولا حاجه. والنبي يا باشا الا وش يا باشا انا ممثل. ممثل؟ ده انت هتمثل حياتي التمثيليه ولا شوف شغلك. لا انا ممثل يا ممثل. انا ممثل. يلا يلا ايوه حاضر اهو انا جاي. ايه يا فتحي؟ ايه يا فتحي؟ ايه يا
يلا ما تفهمني في ايه يلا. عوني ادخل برجلك الورمة يا عوني، ولما تشوف هل مسلمني عليها ولا انت صح خليك اسافر عليك في ايه. طب وبطولة المسلسل يا نجم؟ بلا مسلسل بلا سيتكوم. خاف على نفسك يا عوني، خاف على نفسك. جميلك ده على راسي من فوق يا ست الكل. بركه انك اطمنت على امك. المهم هي عامله ايه دلوقتي؟ الحمد لله احسن بكتير. بقول لك ايه، بدل ما انت قاعد هنا لوحدك وقلقان عليها وهي لوحدها، ما تجيبها تقعد معاك. والله العظيم انا نفسي، بس انت عارفه ان انا قاعد في شقه فيها اتنين غيري. وبعدين خالي في مصر برضه بيشقر عليها من وقت للتاني. بمناسبه خالك، بالك وانا بكلم اللي هو حمده وصي عليك، وجع قلبي على ما افتكر. ما خلاص بقى اولاد اللي هو كبروا ما هوش بياخدوا دروس مع خالي. بس بصراحه لولا وقفه الراجل ده معايا كان زماني متعلق في الاسم لغايه النهارده. الله يخرب بيته بقى الواد حوده. بقول لك ايه، لو تقدر تخليهم يسيبوه خليهم يسيبوه. هو كده كده الضابط رقف بحاله وما رضيش يعمل له محضر بلاغ كاذب، واتصل بدار الرعايه وقبلوبنا شافان الريق. طب انا اروح اتشكر لهاني بقى. ولا لا، ما دام ما تفهمنيش غلط. الغلط هيحصل لو ما جريتش من قدامي ورحت شفت شغلك، شغلك وبس. عندك حق، احلى من الشغل وبس مفيش. يا مرحب يا حاجة. الله يرحب بيك يا عروسة، نورت اسكندرية. منورة بيك يا ست العرايس. ربنا يبارك لك. الحمد لله بركة، يعني الأستاذ شفيق طمنا على حضرتك. تعيش يا حبيبتي. هو الدكتور عوني مش موجود؟ الدكتور عوني في شغل. خير؟ كنت عايزه في حاجة يعني؟ طبعا عدم المؤاخذة أنا جيت من غير سابق معاد، بس أنا كلمت الحاجة امبارح جت النهاردة، فعشان ما عندناش مكان نبات فيه وكده. نعم. لا مش قصدي، يعني قصدي ان هي ما عندهاش مكان تبات فيه، فبعد ما نخلص الزياره دي هتتوكل على الله طوالي وتنزل على مصر. انا بتاسف يعني. من غير اسف يا اخويا ولا حاجه، بس مش ندخل في الموضوع. خير؟ لا ما انا لازم اتاسف يعني. واحنا في مدرسه. خير يا اخويا ولا اي حاجه؟ يا زين ما اخترت يا ابني. بس يا بك انتم مساء. مساء الخير عليك. مساء الخير. بنقول لك ايه، نشيح حد يدور لنا على عوني؟ هو انت اللي شغال عند نواعي؟ اه. يا مراحب، تشربي ايه يا حلو؟ شربات بس مش دلوقتي، تعالي هنا اقعدي جنبي. ساتر يا دكتور عوني. كامل منورة يا ست الهواني. يا اهلا. منورة جودة. ربما. وانت؟ وانا ايه لمؤاخذة؟ منورة اكتر. كلكم منورين. خير. خير يا جماعة، في ايه؟ انا فهمك فيه يا دكتورة. انا جاي طالب القرب في اختك هنا. طالب القرب ده انت بالكتير تطلب كومبو. مبقاش غير انت يا جودة يا اخطر. الله الله الله، طب ليه الغلط؟ انا ساكتة من الصبح. يا دكتور عوني انا جايب امي من مصر وجاي اول واحد النهاردة. جاي اول واحد ايه؟ هو سباق يا عديم الشقة يا دون المستوى. قطع لسانك. لو سمحتوا يا جماعة، اللي اتقلب في بيتي مش هقبل بيها. اتفضلوا برا. هنداوي ايه؟ هنداوي ده راجل متجوز يجي 50 مرة قبل كده. لا طب واني ما نقصدش هنداوي، الولا جودة وهو يكبر عنها بحاجة بسيطة، واللي عنده يا لهوي على اللي عنده. والله جودة كويس، ده هيورس مش أقل من 4 مليون جنيه. هو صحيح مروش شوية بس يمكن بعد الجواز يتعادل يعني. الظهر اتوجع واللف بالصينية مالت به إيدي. ما كانش العشم يا دنيا، كل حيلتهم زكاية بفلوس، وبالفلوس نحل كل مشاكلي ومشاكل إخواتي. طب والولا؟ وهي دي كل ظروف يا عم. قوم انتوا دلوقتي وسيبوني معاه في كلمتين قبل الزيارة ما تخلص. طب يلا يلا يا حبيبتي. شوف يا ابني، ولادي كلهم غاليين، لكن اغلى ولاد عندي هاني، واديك شفت بنفسك عمايلها.
هانم دي في عينيا وانا اسمعني وما تقاطعنيش قبل الوقت ما يخلص. الوقت اللي اقصده مش وقت الزياره، لا، الوقت اللي الواحد بيحاول يفرح فيه بشبابه في الدنيا دي، الوقت ده قصير، ما يحسش بالوقت ده الا اللي مرمي رميتي زي ما يكون جبل عالي بتزق فيه بكل قوتك، الجبل بيزحزح ولا الوقت بيعدي. أمان عليك يا ابني، تسعدها على قد ما تقدر، ما تزعلهاش ابدا، لكن هي حساسه وحملت قسيه، والمصيبه انها بتيجي على نفسها كتير وتكتم وما تبينش. وانا لما جت وكلمتني عنك شفت في عينيها اللي ما يشوفوش غير ابوها، شفت في عينيها عايزه تفرح، ما صدقت تفرح. امان عليك يا ابني، جابك هنا؟ حيرتيني معاك يا هانم. هتفان على ايه؟ انسه هانم. ما نقصدش دي. طب انت هتسيبيني واقف على الباب كده؟ نعمل له ايه عوني؟ ليل ونهار متلقح في البيت، وقت ما نعوزه ما نلاقيهوش. ما انا لو كنت بشوفك في الزنقه. هو في ازنق من كده؟ ازيك يا شفيق؟ ازيك يا سلمى؟ ما تدخلي خطيبك يا هانم ياكل معانا. قالت لك دخلي خطيبك. تسلم الايادي. الف هنا. مفيش وقت شاي بقى ولا ايه؟ شاي؟ انا هنقوم نعمل العربيه مع الواد عيد، قال الركب بينها بعافيه شويه. ايوه عليك يا كباره، خضتني. ركب ايه بس وبتاع ايه؟ ده انت عندك ركب ولا ركب حصان في العشرين تقوم تسند عليا؟ ما هو عشان كده روح امي. ما قلتليش بقى رايك ايه؟ رايي في ايه؟ في الشقه. شقه ايه يا هانم؟ ده مخزن. مخزن وريحته وحشه. ده بقى الحمام، هو ريحته بس ما يهمكش، انا هنخليه لك بيبرق. وهنا بقى نعمل قطوع خشب ونقسمهم اوضتين، اوضه لينا واوضه للعيال، والحته دي تكفي انتري اسيوطي يجي له كده ب 750 جنيه. طب يلا نروح نقعد في اي مطعم مع بعض نتكلم شويه. من اولها كده مصاريفه بعزقه، ده اقل مطعم كوبايه الشاي فيه ب 5 جنيه. وانا مش طايق الريحه هنا يا هانم. اني ناخد اجازه بكره ان شاء الله، ومن النجمه نيجي نروقها لك ونخليها لك بتبرق. طب يلا اتفضلي بقى. اصل يعني ما قلتش لاخويا. يو كل ما اقول لك على حاجه تقولي لي اخويا اخويا، في الزنقه مش بتلايم عليكي، وفي البيت ما بنبقاش قاعدين على بعضنا يا هانم. نفسي اتكلم معاكي براحتي شويه بقى. ماشي بس ما نتاخروش. طب يلا يلا. مساء الخير يا هانم. بطلي تتلفتي حواليك، الناس هتقول عليا خطفك. ايوه يعني بس اصل المكان ما كانش لازم نيجي مكان زي ده. انا عامل حسابي، مالكيش انت دعوه. حساب ايه بس؟ ده تلاقيه بفلوس ياما. حبكت يعني؟ حبكت نيجي مكان زي ده دلوقتي؟ ده احنا لسه بنقول يا هادي، معقوله كل المصاريف دي؟ تعالي اقعدي بس اقعدي، ما فيهاش حاجه لما نعمل كده مره من نفسنا يعني. ده شكله غالي قوي. مش قوي يعني. شرفت يا استاذ، نورت يا هانم. شرفت. انا عارف اسمي دلوقتي، روح نقول لاخويا. هانم ده لقب مش اسمك، ومش هيقول حاجه لاخوكي. شكرا. ايه ده؟ السمك ماله غالي كده ليه؟ ايه كيلو الكباب والكفته ب 150 جنيه؟ ده انا لو جبت لحمه وفرمتها في البيت ما اعملش ده كله. يا هانم انت هتفهميني انا، ما فيهاش حاجه لما مره من نفسنا ناكل ب 200 ولا 300 جنيه. ده انا خطبت للولا بدوي ب 200 جنيه، ناكل احنا ب 300 ليه؟ قوم يا اخويا قوم. انا اسف بقى. اسف؟ مش كنا خلصنا من الكلمه دي؟ ما انا غلطت يا هانم. لا ما غلطتش. ما فيهاش حاجه لما تقبل هديه هندام، لكن الغلط كان يبقى غلط بصحيح لو كنت خبيت عليا. البت دلال اول ما قالت لي الدنيا ما كانتش سيعان، ده حتى البت سلمى قالت لي مبروك عليكي الولد. بقول لك يا شفيق خليك كده على طول، اوعى تكذب عليا، انا ما بنكرهش في حياتي قد كده. عمري ما هكذب عليكي حتى لو بقى عندنا 3000 سنه زي الفرعنه. 3000 سنه بس؟
ونموت وما نشوفش بعض تاني؟ ايوه ما احنا بعد كده هنتقابل في الجنه، وهناك بقى يا بنت نطلب كل اللي احنا عايزينه، حتى لو طلبنا بحر زي ده ويبقى لينا لوحدنا. لا يا اخويا بلاش البحر، على البحر غدار موجه قلاه بيرمي اللي بيغدر بيه على الشط من غير اي رحمه. هما بيعلموكوا مع الدبلون فلسفه؟ يو بقى، طب انا بكره بقى المكان ده ومش عايزه نيجي هنا تاني. ما انا اللي قلت لك نروح مطعم محترم وانت اللي جبتينا هنا. يعني لا ندفعك دم قلبك يا بلاش، بذمتك ما شبعتش؟ شبعت وكاني واكل كيلو كباب. يا اخويا كباب بقى ولا ترمي، المهم راحت البيت. بس اقول لك على حاجه، خايف من موضوع البيت. ربك عارف ولا قلت يعني انا كنت عايز بكره اغير الفول. طول ما انت فيه بقى حاجة. عارف يلا، انا لو شفتك تاني مره في اي حته في اسكندريه والله لنولعه فيك، انت فاهم؟ ايمانها دي طيب ازاي؟ الحمد لله. وحشتي. أنا؟ كل بنات النادي بيسألوني أخوكي فين أخوكي فين؟ هو حضرتك بتكلميني أنا؟ في حاجة حضرتك؟ أنا آسف، أنا ما خدتش بالي إن حضرتك بتكلمي في الموبايل. ما خدتش بالك إني بتكلم في الموبايل؟ آه معلش، واحد بيعاكس. يعاكس؟ ماشي. يا لهوي، إيه الكراكيب دي كلها؟ يا بنت كراكيب ايه؟ دلوقتي نوضبوها ونخلوها لك بتبرق. الريحه دي انت مش شامه حاجه بيه؟ دي المجاري، اتمننا يعني دور ارضي فالمجاري بتدفع على طول. بس دلوقتي بقى نروقوها ونظبطوها، ولما يجي الولا شفيق كده يشوفها بعين تانيه، نظرته تتغير فيها. اه صحيح، هو مش قال رايح يغيب اسبوع لحد ما يقنع امه تبيع الشقه اللي في مصر ديت ويجوا على هنا على طول؟ ولا بنت يا هان، فكرك امه هتوافق؟ وما توافقش ليه؟ قولي يا رب. مش حاجه بعيده على ربنا، يا رب توافق. قال لو ما وافقتش ممكن يتعارك مع امه وممكن تغضب عليه، ولو غضبت عليه يبقى ممكن ما يروحش الجنه، ولو ما راحش الجنه وربنا اذن لي بيها يبقى مش هنشوفه هناك. يا اختي فكرنا في الدنيا الاول. ما هو اللي قال لي، قال لي ان شاء الله هنتقابل في الجنه. هتاخدوني معاكوا؟ اهي اهي قربت مننا. بص انا عايزاك اول ما تدخل علينا تخلي بالك منها كويس قوي وتفنجل عينيك وتشوفها كويس، ماشي؟ وانا هعمل نفسي ان انا بسلم عليها. ممكن تسيبك من الموضوع ده دلوقتي؟ انا عايزك في حاجه اهم بكتير. مش وقته، مش وقته. هند ازيك يا قلبي؟ ازيك يا طنط، عامله ايه؟ انت اللي عامله ايه؟ الحمد لله تمام تمام. الحمد لله. اقدم لك النقيب صادق شوقي ابنك. اه اهلا، ازيك؟ ازيك؟ خالته جت معاكي؟ ما انت عارفه ما بتجيش النادي من غيرها. طيب يا حبيبتي اتفضلي انتي واحنا هنحصل. عن اذنك يا طنط. اتفضلي. هي مالكش اي حجه زي القمر. حجه ايه بس يا ماما؟ انا عايز اقولك ان انا البنت اللي اخترتها لو انتي شفتيها هتقولي ان ابنك وقع واقف. ايه وقع واقف دي؟ ايه الطريقه اللي انت بتتكلم بيها دي؟ طبعا اكيد الناس اللي انت جاي من عندهم هم اللي علموك تتكلم بالاسلوب ده. يا ماما انا قصدي اقول لك ان البنت اللي انا اخترتها لو انت شفتيها هتحبيها جدا، وانا عايز اشرح لك ان هي من لا تشرح لي ولا اشرح لك، ده رايي النهائي. والله اعلم بقى هيبقى راي باباك ايه. يا اختي ده الواد شكله ميري قوي، يا ساتر، زي ما يكون وشه مخاصم من تحت بقاله سنين، خايف يضحك لو وشه شق. اما عليكي تعليقات يا نوال، بس خلي بالك الناس دي كده من كتر اللي بيشوفوه، وبعدين مش امه بتقولك لسه راجعه من المأمورية. اه المهم ربنا يهديك يا بنت اختي، ده عايزه تسافر لاخواتها من الفجر. لا احنا مش هنلعب يا نوال، والولا زي ما قالت امه قاعد اسبوع. والله حاولت معاها كتير لكن مفيش فايده بقى، اصل اختها الكبيره اول امبارح اتخطبت لواد شوارعي وهي عايزه تروح لهم، ده سبحان من صبرها لغايه دلوقتي. خلاص يا نوال تقعد لها يوم ولا اتنين وبعدين تبقى ترجع. وبعدين خلي بالك احنا عايزين على عيد ميلادك ان شاء الله تبقى الامور كلها مظبطه، الولد هو الاهم، ولا افكرك بقى ابوها يعمل ايه؟ خلاص خلاص كل اللي انت عايزاه هيحصل. طيب تعالي يا خالتي، مش قادره رجلي وجعتني من كتر المشي. تعالي روح خالتك، تعالي اقعدي هنا يا حبيبتي. اقعدي يا هند. بصي بقى يا حبيبتي انا عايزه اقول لك على حاجه كده قدام خالته، الولد ده لقطه، اوعي تسيبيه.
تعرف بقى تتكلم بالشكل الاوفر ده ولا تتعامل مع الناس على انك بتحقق معاهم، انت حر. انا بقولك اهو ماما افهمي، البنت دي انا ما صدقت ان انا لقيتها. بقولك ايه، اتفضل قدامي، واول ما نوصل عند الناس عايزك تبتسم كده. يلا اتفضل. هحاول يا طنط. شايفه بتقول لك هحاول يا طنط، مالكيش دعوه. طب بس احسن وصلوا. اهلا يا حبيبتي، وحشاني. انت كمان ازيكي لولا. اهلا يا رجعت. ازيكي يا حبيبتي؟ ازيكي يا هنود؟ ازيكي يا نقيب صادق شهري ابني. اهلا وسهلا يا حبيبي. اهلا اهلا بك. اهلا اهلا يا حبيبي. ازيك؟ الله يسلمك. اتفضلوا اقعدوا يا جماعه، اتفضل. تعالى يا طارق، هات كرسي وتعالى. ازيكم، وحشاني. انت كمان. قولي لي بقى، تحبوا تشربوا ايه؟ بالنسبه لي انا اشرب شاي تقيل سكر زيادة. وانا اخد نسكافيه من غير سكر خالص. الله يا نجاه، انت لسه عامله دايت؟ مش جامد يعني، على خفيف كده. بس زي القمر يا اختي. ايه ده، ساعه ما دخلتي وقلتي لي ابني انا ما صدقتش ابدا. انت يا دوبك كده اخت صغيره. كلهم من الدايت. عن اذنكم بس اعمل مكالمه تليفون. ايوه اتفضل. ايه ده يا نجاة، ايه التليفون الرخيص اللي ابنك ماسكه ده؟ ده لزوم الشغل يعني. اها. هو يا بنت هو. يوه، وما هو هو هو، ما ترديهالي. لا، اما يخلص خالص نتصل به احنا. نسيت اصله، يا حرام كرت. مع انها بتصحى بدري ما بتردش ليه؟ اهو اتصل تاني. طب بصي، كلسني عليه واتصل انت. لا لا يزعل. الو، انت ما بترديش ليه؟ اصلي كنت مشغوله شوي. طيب بصي بقى، لو مشغوله بتفكري فيا هسامحك، لكن لو بتفكري في حاجه تانية زعلان منك. فينك يا ابن المكعبره؟ تيجي تسمع الكلام الحلو ان شاء الله يبتليك بنصيبه بدل على الخطيب. الله، اما تيجي هتعرف. طيب انت نزلت شغل النهارده؟ شغل ايه النهارده؟ الحد ولا انت بقى نسيت محلات الزنقه واللي في الزنقه؟ عمري ما انساكي. ربنا يبارك لي فيك وما يحرمنيش منك. امك عامله ايه؟ عامله اجتماع، قصدي زي الفل، كويس الحمد لله. ادعي لي بس ربنا يهديها وتسامحني. ان شاء الله ربنا يسامحك ويسامحها. بس بص، لو رفضت اوعى تزعلها الا زعل الامهات ده. ولا انت عايز بقى نجيب واد ولا بنت ينشفوا ريقنا؟ بنت يا هانم. نعم. انت احلى بنت انا عرفتها في حياتي. مش عارفه بقى نفرح ولا نزعل ولا نعمل ايه. ليه بس؟ يعني معنى كلامك ده انك عرفت بنات كتير، سواء كانوا حلوين ولا وحشين. انت ست البنات، انت البنات كلهم. انت وحشاني قوي ونفسي اشوفك دلوقتي. انت عارفه ان انا محظوظ ان انا قابلتك، بس للاسف انا بواجه ضغوط صعبه قوي. ادعي لي ربنا ينصرني يا هنا. طب يلا، خلي بالك من نفسك. باي باي يا روح قلبي. بالسلامه يا غالي. يا جماله، اسنديني يا بت، اسنديني يا بت. دلاله اني خلاص. حسبني، الموبايل هيقع. موبايل ايه يا بت؟ تاني قلب اللي واقع، قلب اللي واقع ونفوخي فار، ودماغي كده ماشي فيها، ماشي فيها كده. بس عارفاه الامر يا بنت. بنقول لك هنسرق، هنسرق من جمال، هنسرق من حلاوته وحلاوه كلامه يا بنت. سرقنا، سرقنا يا بنت. خلاص، وعلى ايه يا اختي؟ يلا بينا على الحمام وريحته تفوقك. قالاني متغاظه قوي ابن الورمه ده اللي ما بينطقش يا اختي كلمه على بعضها. كوبايه شاي ولا الفيتامين؟ شوف طبيب القلب اللي عاملاها. ايوه يا جدعان، ده الواحد كانه متجوز شيخ غفر. غزال واقف على النصبه يا جدعان. حقه، اول مره اشوف غزال بالطعامه دي، بالحلاوه دي، بالعسل ده. كريه انا منك، ليه ما تسيبه وقول يا صبح؟ كريه يا بنت، انت ترفع علينا الجزمه ولا ايه؟ عندك حق يا اخويا، ما ينفعش ترفع عليك الجزمه، انت ترفع عليك مطوه. يا لهوي، تعالى هنا يا ولد. منك ليه؟ حط هنا. هنا غور كتك 60 واكسه.
ايه ده يا هان؟ مين الناس دي؟ وانتي بتعملي ايه هنا؟ انا مش فاهمة حاجة. وايه في ايدك ده يا هان؟ مطوة؟ اه اديكي شفتي بقى كل حاجة، ناس بتشاه وناس لمامة ومطوة ما بتفرقنيش زي صورتك اللي ما بتفرقنيش، وزي الايام السودة اللي انا عايشة فيها، وزي وزي وزي. بقولك ايه، هي دي اختك دلوقتي، عجباكي على كده؟ عجباكي مش عجباكي خدي عربيتك اللي جبالك خالتك وارجعي مكان ما كنت، وتستنيني كل اول شهر وهنجيلك ونكتب عليك وهتصدقيني. هتصدقيني يا هند؟ هتصدقيني ولا لا يا بنت؟ مصدقاكي يا هند، مصدقاكي. يلا انا مش طايق الريحه. ماني صرفت، هنعلي الحمام نص متر عشان ما نشمش ريحه خالص، واحمد نور النجار يعني هيعمل لنا الاوض. طب يلا بينا. مالك؟ واهلك ما وافقوش ولا ايه؟ انا كان قلبي حاسس. ما هي مش ممكن برضو امك تسيب المكان اللي اتربت فيه لحد ما اسنانها وقعت وتيجي معاك على هنا. بس مهم احنا نتجوز في الشقه دي، لما ربنا يعدلها ناخد شقة تانية إيجار جديد، واني بعون الله أخلي لك أي مكان جنة حتى لو كانت عشة على ترع. طب امسك. إيه ده؟ دي هدية من أمي. كل دي فلوس؟ 12000 جنيه يا هانم، بتوعك أنت لوحدك، إعملي بيهم اللي أنت عايزاه. اشتري هدوم، اشتري ذهب، أي حاجة أنت عايزاه إعمليها. ذهب إيه وهدوم إيه؟ إيه شغل العيال ده؟ ياما أنت كريم يا رب، يا بركة دعاك ياما. دول نصهم نشطب بيهم الشقة، والنص التاني ندفع مقدم الحاجات اللي هيعملها النجار. ياه، ده احنا كده ممكن نتجوز قبل دلال. طب يلا بقى عشان عندي مشوار مهم. ماشي. والله وفى بوعد ومفسال النكد ده يا عدلي. اه الدور والباقي عاد على الواد شفيق، يوفوا بعض غوار اخر. باه، امال احنا مستنيين مين دلوقتي؟ حاجه نجاتي، لو الواد شفيق وفى بوعده والراجل اللي جايبه ده ياخد البضاعة دي بالتمن اللي قال عليه تبقى ليلة زينة. ها اهو جاهو، والله وكان صدق الواد يا عدلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه الساعات جاهزة؟ انا جاهز. الراجل محتاج جاهز؟ جاهز، هتديله الشنطة هيديك الفلوس. بقى ليه؟ انت مش ضامنه كيف ما قلت ولا ايه؟ ولا هو كلامه خلاص؟ يا عم انا ضامنه، بس دي اصول الشغلانة، انا اخد عمولتي الاول وبعدين الراجل ده ياخد فلوسه وده يبلغ عننا. الحق تفهمها. لا ده هيبلغ عننا. صادق انت ايه اللي جابك؟ احنا مش اتفقنا نقلل مقابلاتنا اليومين دول؟ الموضوع ما يستناش يا فريد بيه. ده مش مبرر اللي حصل وخلاص. مالك يا صادق؟ مخنوق. البنت بتاعت الشاي كشفتك؟ ما اسمهاش البنت بتاعت الشاي، اسمها هاني يا باشا. وبعدين انا حاسس ان هي اللي اتاخدت في الرجلين. لو تفتكر انا كنت معترض من البدايه، بس انت اللي تماديت، ولما لقيتك عايش الدور بجد سبتك لضميرك على امل ما توصلش للغريق وتغرر بالمسكينه. قول لي يا صادق، العلاقه وصلت لحد فين؟ يا باشا البنت دي اشرف من الشرف، وبعدين انا مش حيوان. يا ريت كان ينفع اللوم والعتاب، بس على فكره الناس دول غلابه صحيح، بس لما بيحبوا بيحبوا باخلاص. طب ما انا كمان بحبها بجد. بقول لك ايه، انت تقول اخر معلوماتك وترجع لمأموريتك، عايز تفضل تكذب على بنات الناس؟ وايه الغريب في رفضي؟ الغريب ان انا متعود انك دايما بتفهمني. ما عشان انا فاهمك كويس، حاسس باللي انت حاسس بيه دلوقتي. لا دي مش نزوه ولا ده حب يا ابني، انت ما عملتش الا الواجب. كان ممكن جدا تنجز مهمتك من غير الخطوبه بتاعت البنت بتاعت الشاي دي. لا كان لازم يكون في طريقه علشان اقرب من ابوها واخليه يطمن لي، وبعد كده لقيت نفسي بحبها بجد. صادق اسمع كلامي ونفذه، اخر الشهر تعمل حسابك
هنروح كلنا عيد ميلاد خالتها. البنت آية في الجمال، وصالح باشا راجل كلنا عارفينه. ما هو علشان عارفينه حضرتك ما كنتش بترضى تقول له صباح الخير غير بعد ما بقى رجل أعمال مهم. وماله بقى باشا عصام، ومع الوقت تأصلت فيه البشوية. يا ابني اسمع كلامي، بعد كده هتندم. أنا عارف مصلحتك فيه. شكري. صح صح يا مدام، قبضوا على نافع بيه ومرسال بيه والاستاذ شوقي وكم واحد تاني من كانوا بيخدمونا هناك. وايه اللي دخل عدلي في التهريب؟ ضلمت مخ اهله بقى. والناس دي وقعت ازاي يا شكري؟ باشا بيقولوا انهم كانوا متراقبين بقالهم كتير، تليفوناتهم وعربياتهم حتى الموبايلات كله متسجل صوت وصوره، شغل على ميه بيضاء وكلبشات منوره في ايديهم. وما يحصلش ده غير دلوقتي. ده بقى اللي مسايب ركبي، مصلحه مش قليله. ما ارتديش تسمعي كلام خدامك شكري، وبدل ما تلم لهم مليون رميت لهم 5 مليون واخضر كمان. دعم ازرق وانت الصادق. هو الباشا هيغلب، ما يقدرش ينكش على اي واحد يعدلنا ليله في الدفا زي كل مره. مش قبل ما يعرف مين السبب الاول. هو في غيره والله يوقف حاله، المقدم فريد بتاع المديريه. دلوقتي هنعرف. عندك يا مدام بتعملي ايه؟ هيكون تليفونه متراقب هو كمان. عندك حق يا ولد. طب وبعدين يا شكري؟ ده الماز ما يقلش مكسبه عن ضعف تمنه، وقال يا اخويا ممكن يرجع ما بين يوم وليله بعد ما ابويا سهاني واتصل بيه. اللي اهم من كده ان الفلوس اتدفعت وخلاص. فكر معايا يا شكري، يعني خلاص دماغي هتنفجر. خدام، ما انت عارف عدلي دماغه ناشفه، راسه الف سيف يرجعني للتهريب من تاني. بس انت متاكد انك لو ساعدته هيديك الفلوس دي كلها؟ ما هو ده اللي مخوفني. وبعدين هانم لو شمت خبر عن الموضوع ده هتزعل مني جدا، ده احتمال تقاطعني خالص. فقريه طول عمرها. اللي هتقولي عليه يا عمي انا هعمله. عايزني اساعده ولا هف منه 100 باكو هساعده، وليك عليا نصهم يروح لهانم. ما دام ما فيش عليك خطوره ساعده. طب ومدام صفيه وابوها المفتري لو شموا خبر عن الموضوع ده مش هيزنقوا عليا؟ ولا يقدر يعملوا حاجة. جمد قلبك انت بس، ولو حد منهم اتعرض لك عرفهم اني مش هسكت. ما المصيبة ان هما فاكرين انك ما تعرفش حاجة. ده الكلام اللي قالولي عم مصلحي. لا مقدوم طلع على شونة. انا ساكت بس خوف على اولادي، اولادي خايفين خلقة. انما انت ولد جدع وقلبك جامد. طب ايه رأيك بقى؟ كل البهوات اللي كان بيقابلهم فرغالي انا عارفهم واحد واحد وبالاسم. انت ناسي ان انا كنت السواق بتاعهم؟ ناس تقال قوي. ها تقال قوي وناس نص نص. طب اقول لك بقى على الاحلى والاحلى. المكان اللي كانوا بياخدوا فيه المصلحه بعد ما يهربوها ويصنعوها فيه، شاليه متطرف في مارينا. يا ما رحت فيه انا واللي يكحموا ربنا فرغالي وابنه. شاليه بس كده؟ معقوله؟ امال، عشان لو الحكومة كبست عليهم يطوحوا الذهب على اخر دراعهم في البحر بعد ما النضرجية اللي بعيد يبلغوهم. بس انا المكان ما يفرقش معايا في حاجة، اللي يفرق معايا ازاي ولاد الشياطين دول بيهربوا الحاجات دي من الجمارك. هو انت ناوي تقول لي عدل على دي كمان كده بلوشي؟ عيب عليك، دي فيها على الاقل على الاقل نص ارنب. خلينا نعيش بقى انا وعيالك. يا نهارك اسود، اوعى الغبا عدل ده لو بلغ عنهم واتعكش يقول انك اللي قايل له، وساعتها بقى مدام صفية وابوها يولعوا فيك وفيا حتى لو كنا في حنك السابع. لا ما تخافش عليا، انا مخي نور وعجبك. عدلي مين ده اللي اقول له اي حاجه؟ انا هقفش منه المصلحه لغايه لما انت تاخد افراج وتطلع تلاقي محل اجدع من محل فرغالي ده 100 مره. يخرب مخك اللي ما كان باين عليك ده كله. بس يظهر ان انت ما تعرفش حاجه اكتر من كده. ومين قال لك؟ اسمع مني بقى كويس وفنجل ودانك.
أنا أول مرة ألبس فستان زي ده. يا أختي سيبك من الفستان، أهم حاجة الولد شفيق لو شافك كده هيطوب سهل. بيننا انحسدني أمه من ساعة ما مرضيتش تبيعه وتيجي معاه اسكندرية وهو ما بيردش عليا. يا أختي أنا الولد بقى ابن الهانم ووصل بقاله 3 أيام. شكله كده يا هانم واد قفلة حاجة تقرف. إيه ده يا حبيبي؟ أنت غبي؟ والله يا أستاذ هانم غصب عني. معلش معلش حصل خير. اطلعي بسرعة غيري فستانك، البسي الفستان اللي اخترتهولك. وأنت يلا بسرعة هات عصير للهانم. حاضر. اتفضلي اتفضلي يا هانم. تعالي حبيبتي تعالي. ألف مبروك الخطوبة يا هانم. إن شاء الله يخليك يا ست هانة. على فكرة خطيب هند زمانه جاي دلوقتي، أظن هند حكيت لك عنه كتير قوي. أهلا يا باشا. إزاي صح؟ هلو هلو هاي. مساء الخير يا هانم. مساء الخير. صادق تعال تعال سلم على الباشا. مساء الخير. إزي حضرتك؟ الحمد لله. مساء الخير. مساء الخير يا صادق. مبروك الترقية. الله يبارك فيك. مبروك يا محمود. يعني هو إنسان طيب قوي قوي وابن ناس وابن أصل، بس واضح إنه على نياته شوية، بيهتم بشغله جدا. بس عايز أقول لك حاجة في سر، بس أرجوكي أوعي تقولي لهند أختك. أنت عارفة هند مجنونة قد إيه؟ طلع كداب. يا ريت. أنت عارفة هو كان في مأمورية هناك في اسكندرية، وهناك تعرف على بنت من عندكم في الزنقة بتبيع شاي في الحارة. البنت دي بقى لفت عليه وتعلق بيها. اتفضل. اه والله العظيم اه حتى كده. بالله عليك يا باشا تقول لي الباشا ابوك يتوسط لي يعني عشان عايزه اشوف ابويا؟ اصلا ايه عايزه ترمي في حضنه، عايزه ابكي، اصلي ما بعرفش ابكي غير في حضن ابويا. تبقى عملت معروف يعني في البيت بتاعه الشاي. يا هلم انا انت كذاب كذاب. شفيق شفيق الراضي الشهير بشفيق الأصل. وبعدين معاكي ما كله حذرك منه، عايزة تضحكي كل عليكي. تمام زي ما حودة قال، هيقولوا العبيطة اهي العبيطة اهي، بس أنا مش عايزة نبقى نوعين تانية. بس ليه تقلي وأكد بعنيه أنه هيبقى أسعد بني آدم في الدنيا؟ أنا كنت متأكد إني هلاقيك هنا هاني. مصدقيني والله العظيم أنا بحبك بجد.
ما تقول غيرها يا باشا، اصل سمعتها كتير قوي. غير يعني؟ اقول لك قول حاجه كده تكبر الخاطر، اصل الغلابه اللي شبهنا ما بيزعلوش الا من الكتير، والقليل قوي قوي بيرضيهم وبيكبر بخاطرهم. اكدب اي كذبه هنصدقها. يا هانم دي غلطه، غلطه وانا ارتكبتها واسف عليها. غلطه غلطه ما دي كمان سمعتها قبل كده هنا في نفس المكان بأمارة 3000 سنة يا باشا. لما نموت نروح الجنة سوا، وتطلب لنا بحر زي ده، بحر لنا لوحدنا. طب يلا نمشي من هنا، انا عارف ان انت ما بتحبيش المكان ده. انا ما بحبش اللي بيكذب عليه، عشان انا ما بنكذبش على حد. انا بس دلوقتي عرفت اني كنت اللي بخاف من البحر عشان شبهك يا شفيق. سكوته زي كلامك، قلبه زي قلبك، غدار وكذاب. لسه عايز تروح الجنة يا باشا؟ وصلت لك في مهمة على قدك، تعرف تخطط لها وتنفذها وتاخد ترقية. ما ينفعش يا فريد بيه. يا راجل بلا ينفع بلا ما ينفعش اللي انت بتقولي عليها دي. طب وعدلي ونجاتي؟ المحامي بتاعهم طلب إعادة عرض على النيابة، وعدلي رفض يتكلم إلا في وجود المحامي. والكلام اللي قاله نجاتي في محضر الضبط. يا كابتن ما تجادلنيش، هو أنت ظبطت معاهم السبح ولعب أطفال؟ دول لعبوا بيك وبينا. طب وتسجيلات النيابة؟ ما عادش في فايدة من الكلام اللي هتقولوه ولا اللي أنا هقوله. جري يا باشا. ماشيين معايا مش ههربوا ولا حاجة. حركة ذكية منك اللي انت عملتها لما فضيت ساعات الرولكس بالشنطة وحطيت مكانها السباح ولعب أطفال. طب واللي خلق الخلق دي كانت فكرة يعني؟ وطي صوتك يا جديل. خليه يصيح عشان نتكلبش كلنا. المهم دلوقتي هنقوله ايه؟ هتقولوا اللي كنتوا بتكسروه في الكلام لما عرفتوا من الولا حودة ان هو ليه في التهريب، وبعدين هبلغوا عنه. طب والكلام اللي قاله البهيمه ده قدام الضابط الحاج جويانا؟ الدعان. مين الدعان؟ اللي هو كيف يعني؟ ضغط بالاكراه. بس دي ما حصلش، لان انا ما حدش يقدر يضغط عليا ولا يكرهني في حاجه. حصل بس انت مش فاكر. اتفضل معايا. على فين؟ على الاذن. حصل ليه كده ليه؟ ليه تعور وهو ما تعورنيش انا؟ انت مالك انت؟ يقولوا ايه؟ هربت انا من المعركه وهو نكمل؟ اسمع يا استاذ، اما اقول لك المره الجايه تعورني انا وتميزني عني تكسروا يدي كمان. سوقوا سمعه الغباء، اتفضلوا. فوت يا بطل. لكن الجرح ده يبدو عليه الحداثه. مظبوط تمام. انت عارف سعادتك ان موكلي كان موجود في الحجز، ومن سهولة جدا ان الضابط يخش عليه في اي وقت. عندك شهود على كده؟ شهود كيف يعني؟ انت مش مصدقني ولا ايه يا بيه؟ يبدو ان الضابط دخل عليه الحجز وعزمه في المكتب عنده وسهر على دماغه صباحي. التسجيلات كلها بتؤكد تورط موكليك في قضية تهريب. اسمح لي سعادتك، أين هي القضية؟ أو بمعنى أدق، فين هو الشيء المهرب؟ دول اتنين غلابة اتعرفوا بولا الصايا كان خاطب بنت واحد متهم في قضية تهريب، ما كانوش يعرفوا إن هو ظابط غير النهاردة الصبح، فضلوا سيروه في الكلام لحد ما يقدموه للعدالة. إيه وما؟ طبعاً. وبناء عليه أطالب بالإفراج من سرايا النيابة هما الاتنين، وأطالب بالتعويض المادي المناسب لما لحق لأحدهم من أضرار جسدية ونفسية. يا تجراسي. اسمعني يا عزوز كويس، بنقول لك ايه؟ ولا بقول لك اديني المعلم خليه العلوان بالذات نفسه. عزوز مش ناقصه دوشه، مش هنعرف نعلي صوتنا. خد المدام بذات نفسها هتكلمك. اتفضلي.
اي عزوز اديني المعلم خليل بسرعة. ايوه معلم خليل، البضاعة اللي معاك. هنقول له ايه يا شكري؟ مفيش غير انه يرميها في الملح بقى. نعم يا روح امك، لحظة ولع في البقى في دوا في ضالك. احسبيها معايا، انكشف سرنا باللي قاله عبد الحميد الباشا. لو انت بقى عايزه تكملي والمركب تدخل المينا بالمصلحه اللي فيها، يبقى مش حطولي الالماس ولا حطولي اي حاجه خالص، مش حطولي غير سنين سودا منيله بستين نيله في السجن، والحكومه هتصادر فلوسك انت وابوكي. ابوكي يا عيني اللي ما بيقولش ولا كلمه ولا دريان باي حاجه، وفي نفس الوقت مش هيسكت لو اللي خايفين منه حصل. يعني ايه؟ عايز نرمي بضاعة بخمسة مليون دولار للسمك؟ تجراس يعني قلت اللي عندي وخلاص. يا خرب بيتك وبيت ابوك يا صفية، ده انا اخويا لما يرجع هيولع فيا. تجراسي تجراسي مع شكري دايما في الدفع. اهدي اهدي. اه معلم خليل، بنقول لك ايه، ارمي البالة اللي فيها المصلحة على اخر دراعك في المالح. لا مفيش مشكلة ولا حاجة، قول لعزوز انت بس، بس عشان خاطر يا باشا الحكاية دي محدش ياخد علمي بيها في المركب. ألف سلامة يا باشا، ألف سلامة. هتوحشني يا باشا. تجراسي تعالي نخش الشاليه نتكلم في أي حوار، المباحث تسجله وتطمن. يعني ايه؟ المباحث كده ولا كده عرفت، عرفت ان المصلحه اللي هتترمي في المالح وخلاص. ايه يعني؟ ايه على ان دي المالح مش هيترمي فيه غير المعلم خليل علوان باشا، النبي اني باشا. اهدى ست الكل، اهدى كده وطمني. صباح الصباح واللي جاي احلى من اللي راح. يلا يا تجراس يلا. مديليش يا مدام، كله في السليم. سليم ايه بس يا شكري وانت خليت نرمي بضاعة بخمسة مليون دولار للسمك؟ طب واني كنت عامل ايه بس؟ مش نرموها في المالح احسن ما نترمي في مصيبة سودة؟ يعني ما كانش في حل تاني غير انك تخلي المعلم خليل علوان يرميهم المالح؟ وانا نعمله ايه بس؟ يعني ما احنا لازم نعمله كده عشان كنا هنخلص ازاي من البضاعة دي. طب يلا بينا. يلا بينا فين بس يا مدام؟ ده احنا دماغنا اتفرتكت بالتفكير، احنا لقينا حل. يلا بينا يا بوز الاكس نشوف هنسدد الديون دي كلها ازاي. عيني عيني يا مدام. يلا درموا خمسة مليون دولار في البحر، وهو ده الحل الوحيد فعلا اللي كان قدامهم. يعني ايه؟ هما كده فلتوا منا يعني؟ لا، احنا ممكن نقبض عليهم دلوقت، لان الكلام اللي قالوه ده يعتبر دليل ادانة ضدهم. اتفضل يا تجراسي. ما تقلقيش تجراسي، هنا ما حدش هيقدر يسمعنا الا بالقمر الصناعي بقى. وتفتكر هتدخل على الحكومه الحكايه دي يا شكري؟ هتدخل باذن ربك. حق لو ده حصل يا ولا، ده يبقى ليك عندي حته مفاجاه. وايه بس اللي حصل؟ وبعدين ماشي كلك نظر برضه. مليون جنيه يا شكري. باشا النبي باشا، مليون جنيه؟ بس ده موضوع سابق لاوانه. شكلك مش مطمني يا شكري. ما تقلقيش يا ست الكل، وبعدين لو حصل يعني المصلحه مسكتها المباحث مين اللي هيلبسها؟ معزوز يا ابن ام معزوز، ما تخافيش عليا من حاجه. انا مش مصدقه ان اللي بنكلمه ده شكري ابن شكري ابن مين يا هانم؟ ابن عم ابو الخير يا شكري. كلك ذوق يا ست الكل. بس المعلم خليل علوان وغيابه عن المركب اكيد القبطان هيبلغ عن اختفائه.
وبكده هزيد الشكوك حوالين عزوز. حتى دي معمول حسابها، ما قلت لك ما تقلقيش، مع شكري اتي في الدافع. طب يلا شكري. يلا ست الكل. ايوه سوينا، انا بدو الباشا. يا سوينا مفهمني، انا ممثل يعني المفروض اخد فلوس او على الاقل ما ادفعش. لا ما عنديش اي مشاكل في النقابه. ايه 7000 جنيه؟ ليه 7000 جنيه؟ عشان دور ملوش اي تاثير في الفيلم. يا سوينا لما بحاجه مش هنساك. يعني ايه الدور هيروح مني؟ طب 1000 جنيه ما ينفعش؟ يعني ده مقدور عليه. 5000 جنيه ازاي بس يا سويلة؟ طب انا بكره هخلص اوراق نهايه الخدمه، ان شاء الله هحاول اتصرف لك فيه. مع السلامه يا سويلة. انا عايز 5000 جنيه. اهي مين؟ افتح نقطتك. ايوه ايوه. فين هانم؟ هانم فين؟ هانم جوه. هانم يا هانم، هانم 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 هانم، ردي عليا. والله العظيم اعرف حاجه عن الولد، اقسم لك بالله ما اعرف حاجه عنه. الدكتور بيقول عندها انهيار عصبي ومش هتفهم منه الا بعد ايام. يقطعني، انا السبب. انت سبب ازاي؟ ده الولا هو اللي يقطع الولا وسنين الولا السوداء. انت عرفت ازاي؟ احنا لازم ناخدها دلوقتي ونروح اكبر مستشفى في اسكندريه. لا احنا ناخدها دلوقتي وننزل مصر في عربيتي. حيلك حيلك يا برنسيسه، ده احنا مش عارفين احنا هنعالجها هنا ازاي. خد يا بدوي، خد انزل بيها دول دلوقتي حالا، ده كل اللي حلتي. لا استنى بس كمان، استنى خد بيعهم ولو بخساره. ها بس نلحق اختك عشان خاطري. استنى خد انزل دلوقتي حالا. هنا ردي عليا عشان خاطري. كل ده انا ماليش غيرك والنبي. كل اللي حلو. انزل مستنيه ما تروح. انا يظهر هنروح فعلا عشان خاطري. دي حاجه تطلع لها بكذا 1000 جنيه. طب نرجع الفلوس اللي خدتها من هانم ازاي؟ ايه ده الذهب ده؟ ذهب اختك هند اديتهولي عشان ابيعه لها. لا رجعه لها خلاص، انا اتصرفت وجبت 2000 جنيه. ما تبقيش غبيه، رجع فلوس السلف دي، ده اكيد خليتها تجيب لها قدوم مرتين. ليه فلوس السلف؟ بسم الله عليك يا سيد الرجاله. بنقول لك ايه، دي اختي اني واني اولى بيها. وسع. غبيه ومتخلفه كده يبقى مستقبلي اتضمن. ادفع لسويلم وعيش في مصر حبتين على بال ما ارستق روحي، نبقى نرجعهم لاصحابهم. بس ساعتها اكون راجع بدوي النجم. روحنا بها يا شكري، اتصل بمرسي المحامي. اثبتي يا هاني، اثبتي. انت مش بتقول من المركب وصلت لمين اداني الفجر؟ من المصلحه زمانها دلوقتي في الهواء الطلق. اسكتي يا حنينه اسكتي.
انت سفيفر غالي. وشكرا ابو الخير في خدمتك يا باشا. هتوم بالراحه على الهانم. بالراحه بالراحه. يقطعني يا اختي، انا ما بفهمش لغه الاشارات دي. طب اجيب لك ورقه وقلم تكتبي لي. ايه اخواتك كل واحد نزل يشوف حاله وكلهم بخير. هو اني مش هنقدر نتكلم كده لحد امتى؟ يا ترى هو كمان عامل زي كده ولا بيتكلم وبيضحك ونسي اصلا اللي عمله فيا؟ ليه يا دنيا كده؟ تاني عمري ما اذيت حد. يا هانم اتكلمي عشان خاطره، انت طول عمرك بنت جدع، فوقي عشانك وعشان. قولي اي حاجه يا هانم، قولي كلمه واحده. طيب اشتميني، بهدليني، اعملي اللي انت عايزاه، بس عشان خاطري مش عايزه اشوفك كده ابدا. عشان خاطري يا هانم اتكلمي، قولي اي حاجه يا حبيبتي عشان خاطري. من اول رنه واني قلبي كان حاسس انك انت هتتكلمي. مرسل عطشجي في خدمه الناس الشيك. الحكايه مش حبكه يا مدي. سيبه شكرا. اتفضل يا استاذ. انا هحضر عن موكلتي. الكلام ده تقوله في النيابه. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. نيابه عديت على ازاي دي؟ ادخل. تمام سيادتك المتهمين. اتفضل اتفضلوا اقعدوا. متهمين مره واحده؟ انت شايفه ايه؟ والله يا باشا انا شايفه ان احنا ندخل دغري في الموضوع. اصلي ورايا تجاره لازم نروح نباشرها. دي فلوس ناس يا باشا. لو انت صادق دي فلوس واقتصاد دولة زي شكر، ولا نقول دم وأرواح ناس زي مثلا المعلم خليل علوان اللي رماها عزوز في البحر. أنا آسف سعادتك هنا، لاني ولا المدام لينا دخل موت خليل اللي اسمه عزوز ده. لا ده يظهر الحكاية هتطول قوي، بس بعد اعتراف عزوز الجريمة والمصلحة. المصلحة يا مدام اللي اترمت في البحر، يا ترى فاكراها؟ والله يا باشا أنا بطالب بوجود محامي، محدش مننا هيتكلم غير في وجود المحامي وقدام النيابة. والديون اللي اتبلتت على دماغي. ادي الله واضح حكمته، داني حريتي عندي بالدنيا. يعني ايه؟ يعني ما كانش في حل غير انك تخلي المعلم خليل علوان يرميها المالح؟ هو انت لقيتي حل يا هانم ما عملتوش؟ ده احنا دماغنا اتفرتكت من التفكير. طب قوم بيه. بتهيألي كفايه كده. وقف كده بس يا باشا. المصلحه اللي هي الالماس الخام اللي تم تهريبه مع خليل علوان. الجاني والمجني عليه في نفس الوقت. تسمح لي اتدخل؟ هما جايبيننا عشان كده ولو ان فيها غلاسه. ادخل في الموضوع بلاش غلاسه. المصلحه اللي تقصدها موكلتي كانت عباره عن شحنه ملابس جاهزه اكتشف المعلم خليل علوان انها تعرضت للاشعاع. نعم اشعاع. هي خضار ولا فاكهه يا استاذ؟ سبحان الله يا باشا نفس الكلام اللي قلته ساعتها. ما تتكلمش الا لما اسالك. انا هوضح لسيادتك كل حاجه. الأخ شكري كان معاه قرشين لمهم بعرق وكفاح، وأقنع المدام إنه يستورد ملابس جاهزة ويفتحوا محل جديد في الزنقة. حد هناك دخل في دماغه إنها ملابس معرضة للإشعاع بغرض إيذاء أبناء الوطن، لكن الهانم والأستاذ شكري لقوا الموضوع هيجيب دوشة فاتصلوا بيا عشان يتخلصوا من المصلحة كلها، لأن مش الفلوس هي اللي تخليهم يضروا ولاد بلدهم. قصدك يخلي عزوز يرمي خليل علوان في البحر؟ والله لو كان عزوز اعترف فإني أطالب بمواجهته بموكلي، أما لو سيادتك مش مصدقني فالحل الوحيد إن خليل علوان ما يكونش مات ويكذبنا، ويكذبنا بالدليل مش بالأقوال. ولما كان مفيش أي دليل مادي يدين موكلي فبناء عليه أطالبه. مش بالسهولة دي يا مد، لسه بدري على بناء عليه ومطالباتك. أربع أيام مش قضية يا مدام. يا مدر بس أنا خايف لا يكون عزوز افترى علينا وقال أي كلام يظلمنا بيه. عزوز لو كان اعترف كان وكيل النيابة أمر بالمواجهة،
دي حيل انا فاهمها كويس قوي، ما عادتش تخيل عليا. ايوه يا استاذ مرسي، انا عايزاك تخرجني باي كفاله دلوقتي. برقبتي يا مدام. وانت يا شكري ابعت اي حد من معارفك اللي بتثق فيهم عند ابويا، قال لسيد يعملها ويوديه المستشفى. اطمني يا مدام. يا باشا كلام ايه ده بس؟ سبق وقلت الباشا ان ماليش يد في موت خليل الواد، انا كنت في كابينت بتغد وعندي شهود على كده. طب شكري بيقول انه قال لك ترمي خليل علوان في البحر، ليه؟ شكري قال لجنابك كده؟ انت ناسي اني قلت لك كل شيء متسجل؟ واجهوني بشكري والمدام وانا اكشف لكم كدبهم. تمام يا فندم. خدوا يا ابني بره دلوقتي. ما بقاش في قضيه خلاص. يظهر ان خليل علوان غرق في البحر وغرقت معاه كل الادله. طب نتيجة تفتيش إذن الاستيراد الخاص بخليل؟ عدد البلات 38، ما لقيناش غير 36. يظهر إن عزوز رمى البلتين التانيين اللي فيهم الألماز الخام ورا خليل في البحر. ما فتشتوش المركب كلها ليه؟ ولو إن ده صعب، لأن حمولة المركب من مابوليا جاهزة وأجهزة كهربائية وملابس، إلا إننا فتشنا كل شيء ما لقيناش ليها أثر. ده موبايل؟ ايه موبايل؟ ايه ده؟ مين فتش في حاجتي؟ ايه اللي جابك دلوقتي؟ مش قلت ان عندك درس؟ المدرس هيطالبني بتمن الدرس واني ما معيش، فقلت اجي. في ايه؟ ردي بقى. وانت مال اهلك انت يا كارت الحشر؟ اني حنقول بس محدش يمد ايده عليا. في ايه؟ بتزعقوا كده ليه؟ ايه ده؟ فاني عملت زي ما كل الناس بتعمل، زي ما المخفي عمل فيكي وكان هيتسبب في شللك. الولا اختار الاناسه بتاعت المعادي، ولا تكوني مش عارفه؟ مش هي دي اللي انت كنت بتحبيها قوي؟ دلوقتي ايه؟ انتوا عايزين مني ايه؟ سيبك منها يا هاني، سيبك من لعب العيال، انا مش هنسيبها للادي لما نعرف مين اللي جاب لها الموبايل ده. الولا جوده. ايوه هو، مش عاجبني ولا عمري كنت تفكر فيه. بس بصي حواليك يا هاني، انت واللي جرالك، ابويا واللي حصل له، عوني المحتار اللي ما فيش في ايده حاجه يعملها، الهانم اللي مش عارفه لها موال، بدوي اللي الفقر خلاه يبيع اخواته. عارفه كل ده حصل ليه؟ علشان ما معناش، وعلشان ما معناش بقينا ملطشة للي يسوى اللي ما يسواش. يبقى ليه ما نبقوش زي كل الناس؟ معانا فلوس بأي طريقة، بالكذب، بالنصب، بالسرقة، المهم يبقى معانا اللي اتسند عليه. أيوة حيطة اللي بيجنوا عليها والسلام. أنا هنفذ اللي في دماغي وهتروح دلوقتي نتجوز الولا جوزة. يا عوني، أنا عمك مصالحة، حد يرد عليا. ألو، مين معايا؟ أنا عمك مصالحة يا هند. بقولك إيه، عوني كان اتصل بيا مش لاقي جودة في شقته. اسمعي، اكتبي عنوان شقة مرات أبوه اللي على الكورنيش. لا قول وأنا هحفظ. بحري الأنفوشي، طريق الكورنيش، رقم 18، شقة 6. رقم 18، شقة 6، ماشي. أوكي سلام. سلام. يلا يلا. تفضلي يا قمر، تفضلي خشي. طب ورحمة أبويا اللي حرمني من أي متعة في الدنيا، أنت عرفت تختار يا صغننة؟ لا يا جوج، استنى لما تكتب اللي احنا اتفقنا عليه الأول. وهو كذلك
دي مبايعه بالعربيه اليوم ما تخسري فيها تبيعيها بمليون جنيه، وده وصل باتنين مليون جنيه بخط منمق وتوقيع جوده. يا حبيبي يا جوجو، ربنا يخليك ليا يا رب. 3 مليون جنيه وتلاتة دقيقة أوضب نفسي وأجهز لك يا قمري. ما تتأخرش يا جوب، تعال بسرعة، ده هي لا ترجعك. دخول شقة جودة مش زي الخروج منها يا صغنن. يا صغير من المدهولة، بدل ما انطرش لك نفوخك اللي شبه القلقاسة ده. عيب عيب تقولي الجودة كده، جودة بنك الملايين. بس بنقول فلوسك عندك يا جودة. في زوجة تسيب زوجها اللي بتحبه واللي ورمت دماغ أمه بكلام سيب بفصه. بس انت اللي بتعمل بعيد عني. تعالي هنا، مش هتمشي، مش هتمشي. ابن الكلب انت قصة. سامع المزة بتقول ايه؟ ايه؟ هتضحك عليا ابويا في حياته وفي مماته كمان. انت خلاص بخيتي فريسة جودة، فاهمة يعني ايه فريسة جودة؟ والله ما كنت هضرب، والله العظيم ما كنت هبدي ايدي عليها والمصحف، والله ما كنت هكسر عظمها. انا بنقول كده بس لما انا ما كنتش هكلمها، والله العظيم والله ما كنت هكلمها. مرجل هتشجي اندر يور سيرفيز يا مدام. بالهواء ده يا متر، البركه في دماغ الباشا اللي خططت ونفذت. برأيي يا شكري، احنا لسه ما خرجناش. وعزوز يخرج هو كمان. عزوز خرج النهارده الدور يا شكري، ده برضه تخطيطك ولا ايه؟ ربنا يتولاك، الاتعاب تبقى توصل لي يا مدام. اتفضلوا انتوا. الو، ها ايه الكباره ده؟ اهلا 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 عم مدبولي، لخص بسرعة قبل ما البطارية تفضى، ها؟ يكون فكرت لك في البراءة وأنا جاي في السكة. كلام اللي بتقوله ده يا أستاذ؟ أنا كنت رايح أقبض على الأفندي بناءً على بلاغ من المستشفى وأجيبه هنا الاسم. اسم؟ إما بعد الظن اسم. يا باشا الحقائق لازم توصل لك، الجدع اللي اسمه عوني ده دكتور بيطري فاشل وبيعاني من البطالة، وكل الناس عارفة كده. استغل سذاجة أخته سلمى لسرقة الأستاذ جودة عشان عارفين الأستاذ جودة ما بيروحش الشقة. لحظها العسر الأستاذ جودة بالصدفة راح الشقة، بيفتح باب الشقة لقاها قدام اتطرمت، ما بقتش عارف تعمل ايه رغم ان الأستاذ جودة حاول ان يلغي ايديها. المسروقات في ايديها 20,000 جنيه، مش عارفة تعمل ايه. جريت على الشباك، رمت المسروقات من الشباك،
اخوها كان تحت الشباك، لقى في المسوقات وجري، وبعديها نطت من الشباك وحصل اللي حصل. وبناء عليه وطالب بسرعه القبض على الجاني الحقيقي هو الاستاذ عون الباشا، وسرعه القبض عليه لعدم التصرف في المسروقات. كان بيحضرك يا واد عم ازيك يا مطوع؟ لسه ما خرجتش؟ انا جبت الفلوس كلها ودول 5000 جنيه. جرى ايه يا بنت الناس؟ عوني ده صديق عمري واللي خلق الخلق اللي تاخدهم تردهم ما تردهمش، انت في حل مني. لو عمرك صح واجب يا مطوع. الحاله خطيره جدا، كسر في العمود الفقري مع كسور متفرقه في منطقه الحوض والركبتين، والاشعاعات هتبين بالتفصيل. يعني ايه؟ فالمقطع مش هتمشي تاني؟ انا نقدر نسافرها مصر ان شاء الله دلوقتي حالا. ده مش قبل 4 ايام على اقل تقدير لما تتحمل السفر. وان كنت بفضل ان سفرها يكون للخارج والتحديد فرنسا وفي طياره طبيه مجهزه. اهدي يا هانم عشان خاطري، ان شاء الله بكره هبيع عربيتي. اهدي. مين فيكم عامل عبد الحميد الباشا؟ انا عبد الحميد. بس شو؟ في حد الصاد؟ ده دكتور محترم. فين الفلوس دي يا باشا؟ هاتوه. في يا باشا الفلوس دي فلوسنا. ايوه امال ايه؟ دي فلوسنا. ده انت شريكه بقى. وصاحب امي كمان. هاتوه معاك. يا لهوي. يا لهوي. يا لهوي. يا لهوي. ايوه مهندس هو دكتور محترم. دكتور كده يبقى محترم. والظابط بالفعل خاطب اختك؟ يعني انا هكدب في حاجه زي دي سعادتك؟ ادخل. اسماعيل زهني المحامي حاضر مع الاساتذه عن السيد عون. واني دي مظاهره بقى مش تحقيق. اختاروا حد منكم يمثل هيئه الدفاع والباقي يتقابل في المحكمه. صباح الخير. نهار ابيض، كل دول محامين؟ ولا يهمك يا مدام، الجرمة ده كله بعون الله، هنوريكم هنعملوا ايه. ما بلاش بكبره يا باشمهندس، خلينا نتصل بحد من المحامين الكبار يجي ياخد بحسك. انا اخويا ده لو ما خرجش في ايدي النهارده انا مش هنقول لك ايه اللي هيحصل في اسكندريه كلها. هو انا ممكن ناخد اعدام؟ اوعي نحمد واعدام ممكن ما تسيبنيش انا وحيد راسك. جرى ايه يا جوده؟ هو انا من امتى كنت سيبتك يا ولا؟ يا جوده اللي بتعمله ده؟ هي اختك مش كلمتك في التليفون وقالت لك ان جوزها هيهد الدنيا؟ انا خلي الدنيا تنهد على دماغي وحياة ابوك يعني ما هنعمل كده خالص. هبقى من ايدك دي لايدك دي وجربيني جربيني من دماغي. هديه يا مدام هديه، يديله ببرونه ولا حاجه ممكن ينهار قدام وكيل النيابه. نبات احنا الثلاثه في التخييمه. اتفضلوا. شفت؟ قلت لك كلام. اسكت بقى. وبناء على ما تقدم فقد قررنا نحن حسين السيد وكيل النائب العام الإفراج عن السيد عوني عبد الحميد محمد الباشا ومطاوع مهاود مطاوع من سراي النيابة بضمان محل الإقامة، وتكليف المباحث سرعة ضبط وإحضار جودة محمد أبو الجود. شكرا سيادة النائب. يا فندم احنا عاجزين عن الشكر. على ايه؟ القضية لسه ما انتهتش على كده. طب سعادتك دلوقتي يعني ينفع ان انا اخد الفلوس بتاعتي؟ لا ما ينفعش، دي احراز، القضيه لسه هتتنظر في المحكمه. طب وفلوس اني؟ طب تعالوا بس نمشي دلوقتي وهنشوف الحاجات دي بعدين. احنا متشكرين يا فندم. لا طيب عندي سلوكه بقى، انا مضطر اسيبكم دلوقتي. اتفضل يا متر. متشكرين قوي يا صديقي، بس انا محتاج برضو ان انا اتكلم معاه. يا عم ارجوك يا صديقي بيه، هانم دلوقتي مش في حاله انها تسمع اي شرح. الفعل اللي حصل لها ابوها اللي اتقتل بسببك واختها اللي مرميه في المستشفى بالاحياء والموت وبرضه بسببك، اما اللي حصل لها هي فشيء يطول شرحه. بقى هو ده شفيق يا راجل؟ وهم. وكيف هانم هتنسى واد كيف دي؟ لا يا مطاوع هيكده مليح قوي، كل واحد يروح لحاله وما تخسرش صاحبك. في حاجة تانية أقدر أعملها لك يا عم؟ لا، إذا حبيت حضرتك تيجي تشهد في المحكمة باللي حصل يبقى كتر خيرك، وفلوسك هترجع لك إن شاء الله بعد القضية ما تخلص. مش مهم الفلوس دلوقتي، المهم نطلع من اللي إحنا فيه ده على خير.
بالله يا عم، لسه انا محتاجينه. بيربح وراك ولا ايه؟ قومي روح مستشفى تاني احسن. احسن ولا ارخص؟ بعد اذنك يعني، كان عوني قال لي بالنسبه لل لا لا خلي فلوسك معاك. بص خليك معانا بس لحد ما تخرجنا مننا بالسلام. لا بقى ده في حاجه، ومش ادي حيلك انت بس معانا. اتصلي بس تعليماتي هنا. احنا مستنيين ايه يا ريس؟ ما نكسر بقى ونخش. ايه ده يا عبد الله؟ دول ثلاث بنات يعني هيصرخوا تبقى فضيحه. تعالى. الاسعاف جاهزه اللي المدير طلبها. طب يلا بسرعه. انزل انا استعجلهم. لا ليه؟ ده اللي مكان عوني. خليك معانا هنا يا مطوع. ما غلطتش عني في حاجه. نفس يلا يلا. بس لو تقولي لي ايه اللي موتركم عاد؟ لا عاد ولا ما عادش. يا استاذ عربيه الاسعاف جاهزه. طب ابعت لي حد من الامن. ابعت لي حد ضروري وخلاص. اهدي يا هانم، هنخرج يعني هنخرج. حد ينطع ويفهمني في ايه؟ انتوا جرجرين لحد يمنعكم من الخروج ولا ايه؟ يا هانم انتي عارفه حاجه مخبيها عليا. انتي عارفه انني هنموت هنا. انا مش عايزه نموت يا هانم. انا مش عايزه نموت. انطقي علشان خاطري. فاهميني في ايه يا بنت؟ بعد الشر عليكي، ده اللي يقرب لي كتله بسناني. يمين بالله اللي مد يده عليك ولا قتله قتل. انتوا في حمى راجل في ايه؟ امال ايه؟ قولولي. الراجل اني راجل البيت. وطي صوتك، فرجت علينا الناس بما فيه الكفايه. اسكتي بقى يا بنت ضره امي. اسكتي. المتشكرين يا اختي، متشكرين على كل اللي عملتيه علشان لحد كده. ضره امك؟ طب خدي دول من بنت ضره امك وما تبقيش تقولي لي كده تاني. خلاص خلاص ما تزعليش. خلاص حقك عليا. مش المدير عايزني ندفع 250 جنيه عشان نبات مع اختك؟ قال 250 جنيه. قال ليه؟ هنصيف عنده؟ طب انا هنقعد ويبقى يوريني نفسه بقى. يوه انت يا بنت فاكره نفسك في الزنقه، الشبشب في اليمين والمطوه في الشمال. قصدك ايه؟ قصدك انني نغطي الشوارع؟ عيب كده يا هند، اختك راجل البيت.
نازله شيمه في البيت والولد، وشويه كده وهتعيرني مساعدتها ليا. كل اللي علينا احنا نبطل عيار وهي اللي تقعد تعيط. بس يا بنت عيب يا سلمى، عيب، اسكتي خالص بس. لا مش هتسكتوا يا هند، حقك على راس امنا يا سلمى. انا عارفه اللي مش قلب حالك كده. يعني هو اللي حصل في اليوم النهارده كان شويه كله من الولا ومكالمه الولا، ولا مين انت الثانيه ولا مين اللي عفرتي وشقلب الدنيا في وشي، اللي فضلتي تشتميه وقفلتي السكه في وشه كانك بتقفلي على قلبي. اسكتي يا بنت، مش حد اسكتوا يا هند، وخدي اختك وامشي راجل البيت. انا مش عايزه حاجه منك ولا من اي حد. يا بنت عيب، عيب يا بنت اسكتي. مش هو ده اللي كان هيوقف قلبك وتواك عن الدنيا؟ يا بنت اسكتي، بنقول لك اسكتي. مش هنسكت يا هند، مش هو ده اللي لسه لما بتسمعي صوته قلبك بيطلع وينزل وعينك بتمعلق في السقف؟ يا بنتي بنقول لك اسكتي. عايز قعده اسكتي يا بنت. انا بقول لك يا بنت، انا بقول لك يا بنت. فيكوا هانم عبد الحميد الباشا، انت هتروح انت يا ابني تروح خلص. فلوس، فلوس فين يا ابن الكلب يا سليمان؟ مش محتاجه تفكير، اكيد خد الفلوس وهرب. يعني اسرق اخواتي في كل اليوم والكل يسرقني؟ يا رب اكون غلطان، يا رب اكون غلطان. الو الو، ايوه يا سليمان، انا عارف انك بتهرج يا سليمان. انت فين؟ مين معايا؟ مين معاك ايه؟ انا بدوي. بدوي مين؟ فين الفلوس يا سليمان؟ بدوي الحرامي، ولا تكونش صدقت الهبل اللي قلته. ابوس ايدك يا سليمان، محتاج الفلوس دي يا سليمان. ما نجلكش في فلوس يا فنان عصرك واوانك. اكيد مش احقر مني، ابص لاخواتي ازاي؟ ونوها عرفت كل حاجة، وهقول لها هانم ايه؟ كله راح. كل حاجة راحت، كل حاجة راحت. خدي كلمي اختك عشان نخلص. لا يا بي، يعني لو فيها تقولي يعني كلمها انت، مين مش عارفة نتكلم، طمني عليها يا بي. جرس ومحدش بيرد، نبدأ التحقيق وبعدين نحاول نكلمها تاني. لا يا بي، ما نبدأش ولا نحقق حاجة ولا نعمل حاجة، أنا عايزة نطمن على أختي يا بي، طمني عليها يا بي. ولما أنت كده بتموتيها ليه؟ أنا ما موتهاش، هي عايشة يا بي، طمني عليها. ألو، أيوه، ألو، أيوه هان، طمنيني على أختك، كويسة؟ ايوه بس اصلني، طمني عليها يا بي، بس مش عارفه نتكلم. الو، ايوه ايوه يا سلمى. فهمتي منها ايه؟ ما فهمتش منها حاجه، عماله تعيط. طب شوري عليا، اكلم الضابط دلوقتي ولا اعمل ايه بالظبط؟ اعملي اللي تعمليه، المهم بقى عندي دلوقتي تشوفي لي عوني فين. نبدا بقى يا هانم. نبدا يا بيه، وهنقول لك على كل حاجه، وعندي شاهد كمان على كل كلمه هنقولها لك، بس يعني مش هنقدر نقول لحضرتك اسمه، قال بهنس غضب وحش قوي ممكن يعمل فيه حاجه. بهنس ده هو التاجر اللي بتشتري منه؟ بنشتري منه ايه يا بيه؟ ده انا اول مره في حياتي نشوفه في الليله السوداء دي. يبقى كان بيبعت لك راجل من رجالته. ايوه يا بيه، بعت لي راجل من رجالته، الولد اللي راجع من امريكا، لا شهامه ولا مجدعه، واحلى البيرك، كانت شورته مهببه. بس الحق يتقال يعني، الصراحه ابوه وامه ناس افاضل. واسمه ايه؟ ماني لو قلت لحضرتك على اسمه يعني هيتاذى ابوه وامه عشانه. جرى ايه؟ الاولاني مش عايزه تقولي اسمه عشان اللي مشغله ما ياذيهوش، والتاني مش عايزه تقولي عليه عشان ابوه وامه. انت ايه، قاعده في مدرسه ولا ايه؟ لا مؤاخذه يا باشا، معلش يا باشا غصب عني. والتاني ده اسمه ايه؟ وما تخافيش على ابوه وامه وعلى اهله كلهم. الدكتور نبيل. والاولاني خايف عليه من مين؟ من بهنس، قال ممكن بهنس يقتله زي ما قتلت له راجل من رجالته. ايه؟ انت كمان قتلت حد تاني؟ قتلت حد تاني ازاي يعني يا بيه؟ امال انتوا جايبيني ليه؟
مين اللي قتلتيه يا هانم؟ واحد كده زي البقف، استغفر الله العظيم، ما تجس عليه الا الرحمه دلوقتي. واللي اسمه بهنس ده هو اللي قالك تقتليه؟ اللي اسمه بهنس؟ هو مش بهنس ده اللي بلغ عني يا باشا؟ فعلا بهنس بلغ عنك وبيتهمك انك قتلتي الراجل من رجالته. طب الحقه يا بيه، الحقه قبل ما يموت وليد. وليد ده الاولاني؟ ايوه يا بيه، هو ده اللي لحقني. طيب وليد ولا نبيل اللي كان بيجيلك الزنقه ويجيب لك البانجو؟ بيجيب لي ايه يا بيه؟ البانجو يا هانم. بانجو ايه يا بيه؟ البانجو اللي بتبيعيه مع الشاي والقهوه في الزنقه. انا بنبيع شاي وقهوه وبانجو في الزنقه يا بيه؟ انا يا بيه ده ايه الزنقه السودا اللي انا فيها دي؟ ايه يا بيه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انت جبت الكلام ده منين يا بيه؟ والله العظيم اول مره نسمعه في وداني يا بيه. عاملة ايه يا سلمى؟ لسه شايفة البت اللي انت بعت اخواتك علشانها في التلفزيون. بصراحة البت جامدة، تستاهل انك تبيع اهلك كلهم علشانها. قلت ليش يا بدر؟ فرحك على انها امتى؟ اصلاني خايفة لنموت قبل ما نحضره فرحك. طول عمري بنغيظ صحباتي البنات باخويا الفنان، بس انت طلعت فنان جامد قوي، جامد قوي يا بدر. اسكتي بقى عيني. هنسكتوا يا بدر. هانم قالتها لي من يومين ما سمعتش الكلام كانت هتموتني، بس ايه ده هانم ما تعملهاش، انت تعملها، انت اصلا عملتها. انت طلعت ولا وحش قوي يا بدر، وحش قوي قوي. امال هند فين؟ هند كانت جاري لحد ما جه المدير المؤذي وكرشها زي امبارح باول. كرشها؟ كرشها يعني ايه؟ بتاعي وكرشها. ضحكتني قوي يا بدر، علشان ما لقاش جارها اخ يحميها. طب هو عاوني فين؟ ترد عليا يا سلمى؟ اخرس يعني، اخرس واخفى مكان ما جيت. بدل ورحمة أمي اللي مغطية على التراب، لا نفتحوا عنك ونخلصوا منك. حقك يا سلمى، وأبويا عالم باللي حصل؟ أبويا؟ أموري حضرتك. لو سمحتي حضرتك، ممكن تشوفي لنا حد من الأمن يجوا يرموا أخويا من الشباك؟ على الأقل لما يروح لأبويا يبقى عارف مكانه. وأبوكي مات يا سلمى؟ أبويا مات؟ رد عليا يا سلمى. لو سمحت أبويا مات؟ أبويا وأخرج بره. سلمى لو سمحت اتفضل معايا بالدور. أبويا مات يا سلمى. لو سمحت اتفضل معايا بدوي. أنا لو مت مش هنموت وأنا زعلانة منك، هنبقى نسامحك واني بنطلع في الروح. انا قابلته بره وما قاليش اي حاجة، ولكن هو مصر ان هو يدخلك. طب ده عنده ايه؟ ده حدا اعلف تل حدا، اسمع تل حدا. ومالي يا استاذ حوده؟ اسمك وسنك وعنوانك. ايه ده مش مهم، المهم حوده اقول ان سكي حط بانجو هان. بس ما تكتبش بعد اذنك. اتفضل روح دلوقتي يا حوده لو سمحت. ايه ده انت ارجع ولا شفيق تاني؟ ما هو انا عشان كنت الولا شفيق ودلوقتي بقيت صادق، عارف ان انت ممكن تعمل بلاغ كاذب وتودي نفسك في داهيه زي ما عملت قبل كده في شفيق. ده امال دي حوده اتكلم ده؟ يا حوده لو مش بتتكلم بجد هتتحبس بجد. حوده بس يمكن المره دي حوده مش اكذب. مش يمكن، تقدر تمشي يا حوده. ولا ساعتون ده اخو عواجع غز هانم قطوه قبل كده، هو حط هانم بانجو. طب انت ايه اللي خلاك تقول شكري في الاول؟ ولا هو عشان شلفط لك وشك بالمنظر ده؟ السكي اتفق حوده اول يدي لوس، حوده اقول لا،
فيها مؤذيه اسعدون ودي هانم داهيه. وليه ما جيتش تقول ده في الاول؟ خد اخاف. وايه مصلحه صفيه في كده؟ لا يا باشا ده موضوع كبير ويطول شرحه، بس فعلا في مشاكل ما بين صفيه وهانم من فتره طويله. طب تعالى يا حوده امضي على اقوالك. ده بس حوده مش امضي، حوده اسم الراجل ده. طب تعالى ابصم عند الراجل ده. أمرنا نحن حسين السيد وكيل النائب العام بسرعة ضبط وإحضار كل من سعدون أحمد جلال وشكري أبو الخير مصطفى وصفية فرغلي حسان للمسؤول أمام النيابة. ربنا يهدي. أنت مالك يا بت زي ما تكوني مش مصدقة إن بدوي جه هنا؟ أيوة يعني وما رجعش تاني ليه؟ كل يا بت ده أنت الدواء اللي بتاخديه هد جبل. عشان انا بس كده هسيبك واروح ساعتين الكليه اقدم اعتذار السنه. يوه ما انا لازم اروح. طب اقول لك انا هستنى الواد بدوي عشان يجي يقعد معاكي. كلي بقى. ما هو اكيد راح لاخواتك في الزنقه. تعرفي انه صعبان عليا قوي ده ما كانش قادر يبص في عيني مع انه طول عمره باجح وبل طواطي. طب ما تعرفيش فايت كم الفلوس؟ ماني ما حبيتش اتك عليه في الموضوع دوت. اول ما عيط صعب عليا قوي، حسيت ان اني اللي هنقوم نعتذر له. يوه لو نهرب فين من اللي انت فيه دلوقتي هيخليكي زق قوي كده، كنت حدفتك من الشباك من بدري. تعرفي يا هند انا نفسي في ايه؟ ايه يا حبيبتي؟ نفسي نقوم دلوقتي نمسكك من شعرك ونمسح بيكي بلاط المستشفى. لا يا حبيبتي افتكري مين فينا كان بيغلب التاني. انت عارفه يا هند انت لو كنت مكاني انا كنت زعلت علشانك قوي، بس ما كنتش حامل اللي انت بتعملي معايا دلوقتي. طلعتي جدعة قوي يا بنت ضرت أمي. أنا زعلت. أني حمارة صح؟ ورفضتي رفضة وحشة قوي. بس أنا والله العظيم بنحبك. بنحبك قوي يا هند. وأنا كمان إيه دي؟ أنا هنزل بس المدير المستشفى أشوفه كان عايز إيه وأطلع لك تاني، إيه؟ هند عبد الحميد الباشا؟ لا مش هي. نعم يا هود وقعنا وثيقوا احنا ولا ايه؟ تعالوا خدونا بالمعلقه. ايه دي يا سلمى؟ خير يا حضره الظابط؟ معانا عمرو بالقبض عليك عشان الحراره اللي عملتها في مستشفى بهنس. انت ايه له الامن يا هند يجوا يشيلوا من هنا؟ كملت. طب بص بقى يا حضره الظابط، تحت اي بند من البنود انا مش هسيب اختي واجي معاك. بنقول لك انت ايه له الامن يا هند يجوا يشيلوا من هنا؟ اهدي يا سلمى. طب وريني امر النيابه كده. اتفضلي. انت لسه هتقري. بنقول لك انت ايه له الامن؟ انتوا عايزين مننا ايه؟ حيوا موتوني تاني. طب انا مش هاجي معاك، في حاجة بقى؟ لا 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 لا. إذا كان علاقتك هنسيب لها حد يحميها. أنت اللي واقف هنا، فاهم؟ يا سلمى يا سلمى يا سلمى. الكلام ده تروح تعملي لولادك في النيابة عشان الموضوع يبقى رسمي. هتلاقي فلوس في الشنطه، خد لك 200 جنيه. يا سلام. انت يا ابني شوفني كلمه ويمشي ويسيبني ازاي. انت يا سيدي. انت يا ابني نورت يا مدام. معلش هتتعودي يا جميل. انت شاي ولا قهوه؟ عادي عني يا وش المصايب. انا برضه وش المصايب. لا دي فتح امال. مالك يا مدام انت خايفه ولا ايه؟ بقول لك ايه يا هاني؟ اعملي حسابك. حسابي اللي هناخده منك دلوقتي حالا. اصل خلاص مفيش حاجه بقينا نخاف عليها. مالك يا حلو؟ اسمعي منك ليه؟ 200 جنيه لكل واحد وكسروا ضمه. 500 جنيه. شفتي؟ 1000 جنيه لكل واحده. لا مؤاخذه يا مدام اصلاني حمايه. بنقول لك ايه يا هاني؟ ابعدي عني الاحسان ودي نكله بسناني. انت خايفه يا مدام؟ دلوقتي ورق. امال ايه؟ المدام راحت، المدام جت، والمدام شرفتنا ليه بقى ان شاء الله؟ ما كله منك يا وش المصايب. مناني؟ لا على كده لازم نعتذر. انا بقى جايه عشان نعتذر. هتعملي ايه؟ اعتذر. بنقول لك ايه؟ اعتذر. بنقول لك ايه؟ اعتذر.
تجيلها كام دلوقتي يا باشا؟ هو انت اللي طالع عليك الساعه كام؟ ما قلت لك اتصلت بابوك وامك وطمنتهم، ومع ذلك اتفضل كلمهم انت بنفسك ما دام مكدبني. يا باشا العفو ما اقصدش، انا بس عايزك تنفذ كلام الدكتور نشأة المحامي بخصوص هانم اختها. يا دي نشأة المحامي، اشحال لو ما كنتش راسي على التاريخ والجغرافيا. وهم ذنبهم ايه يا باشا؟ دول حتى ما يعرفوش معليك. وبعدين يا باشا دول فيهم بنت حبيبه القلب، الحب القديم. طبعا بعد شهاده فايزي والقضيه اللي اتهموا فيها هانم، البنت مش هتشوف الاسفلت تاني. وكده يا باشا انا شايف يعني ان المرحومه مش هتلاقي حد يزورها ولا يقرا لها الفاتحه. بس الدكتور نشأة ده ما يعتبش المجموعه تاني برجله. طمن يا باشا، هو بنفسه كان عايز يسيبك بس بعد ما يخلص موضوع هانم واخواتها. بس كده قلبي هيفضل معضوض ومش راضي، مش معقول يبقى حقي في ايدي ونسيبه. انهي حق بس يا باشا ومن مين؟ الله يخرب عقلك، ده اني كنت هنخسر بجد لو قتلتك يا ولد. فايزي امرني يا باشا. نقي حيطة من الحيطان اللي معاك يروح يشيل الليلة عن بنات الباشا، وعرقه بنص مليون، وفهمه ان الدكتور نشأت هيفضل جنبه لحد ما يمتص حكمه مخفف. كلام ايه ده يا باشا؟ وطار جلال الدين؟ غوري يا ولد انا هحصلك بيه. امرني يا باشا. طب النبي يا باشا كلم بقى الدكتور نشأت المحامي عشان يسرع اجراءات الافراج عنهم النهارده عشان اختها هتعمل عملية بكرة. الله جريها يا قلب، ده انت ناقص تدفعني تعمل العملية او تخليني نعالج البنت في المستشفى الخصوصي بتاعتي. طب والله يا باشا قلبك دهب وتعملها. تعرف يا باشا لو ده حصل، بص انا غير من وشك لان اقتلك بجد، هادي اللي كان ناقص. ايوه يا دكتور نشأت. أنا ظهري وجعني قوي هنا. ألف سلامة عليك يا حبيبتي. إن شاء الله كنت أنا. ألو. سلام عليك. أيوة مطوع. كلها ساعات وتقومي تتنططي كالعادة، ومفيش غيري يحصلك، وأجيبك من شعرك يا بت وأقولك فين يوجعك. أنا كل حتة في جسمي بتوجعني. أنا خلاص ما عدتش حتى حاسة بالوجع. اتفقلي بالخير يا سلمى. إن شاء الله هتقومي بالسلام. انت عارفه الواد اخوك بيكلم مين؟ المسكين بتوع بره. بتوع مين؟ بتوع معايا بنتي هانم، ده ما يتنساش يا بنت. الواد اللي متكلم عليكي. متكلم ايه ونيلت ايه؟ احنا في ايه ولا في ايه؟ هي الساعه يجي لها كام دلوقتي؟ هانم اني هاخد 30,000 من الفلوس بتاعت صادق. صادق مين؟ شفيق يا هانم. ما تاخد اللي تاخده وانا مالي، فلوس عندك في الشنطه. كتر خيره متوع على اللي عمله، ربنا يشفيه. مالك بتبص لي كده ليه؟ ما هو لولا اللي عمله ده كان زمان انا رحت في 60 داهية. طب اهدي يا هانم، اهدي. ما حدش يوجعه بيا خالص. معلش اهدي. في ايه؟ اهدي اهدي، شايفاني مجنونة قدامك؟ ما تصلي على النبي يا هانم. في ايه؟ عليه الصلاة والسلام. اسكتي انت اللي هتعملها معاك يا بنت. رايحة فين؟ رايحة اشوف حاجة اكلها. ما تكلميهوش يا هانم. هو مين ده اللي ما كلموش يا اختي؟ ما تكلميهوش. مش نازله، خليني بقى قاعده كده ان شاء الله يا رب اموت من الجوع. بص ما نسمعش نفس، لسه في نفس. ما عادش في كلام اصلا يتقال. الساعة 10 يا هانم، كنت فين لحد دلوقتي؟ في العزا برضه ولا في الزنقة؟ حلاوتك يا دكتور يا حمش. انا على رأي مرسل عطاشجي. الدنيا محتاجة كتير. ايه اللي بيضحك دلوقتي يا هانم؟ وما تزعلش مني؟ ومن امتى يعني حد بيزعل مني؟ لا بس اللي هتسمعيه هيزعلك. يا بجاحتك، هنقلب القدرة على فمها تطلع البت بكحة لابوها. لا مش بجاحة، دي حقيقة، لأن مفيش حد فيكو أصلا يستاهل الكلام. حتى أنا يا هانم؟ أنت اللي فينا يا بت. أنا ما قلتلهمش على حاجة زي ما وعدتك، حتى اسأليهم. سؤالين احنا هانم. أنت تخرس خالص.
حد يسخن على التاني يا ولاد الباشا. الخلاصة يا هانم، هدي أخلاقك يا دكتور، أعصابك. أنا منع حد، الباب يفوت جامل. ده الولا شخط في جده موته، لا أنا الكبارة في ذكائه ولا أنا حودة في غبائه. وانجلك الطوفان هاخد سلمى في إيدي، ولينا رب اسمه الكريم. دخلنا بقى في التسول. أنت وهما اللي بتشحتوا، بتشحتوا قضاكم من جنة بهنس، تدعكوا الخاتم يطلع لكم منه العفريت ياكلكم. أنا جاني اللي حذرني وقطمت رقبته وقابلني اللي يولع وقالها لي في وشي. الله يسامحك يا بنت المرحومة. هيملأ ايديكوا فلوس ويعمي عينكوا بالعربيات، هينيمكوا على ريش نعام، وتاكلوا وتشربوا وتتأمروا وتشاوروا. تفضل يا بيه، أوامرك يا هانم. رايح فين يا دكتور؟ رايح أعمل شوبينج. وانت يا ست هانم جاية منين؟ جاية من ميتينج. ويبيع ويشتري فيكوا كلمتين انجليزي، على حلم بالهندي، على حقيقة بالعربي الفصيح. يعني سكة اللي يروح ما يرجعش. القليل خدنا عنه فكرة في ليلة سودة، والكتير مش هنسلم من جرايره. يعني هيبقى موت وخراب ديار. هيقشركم من اللي ادهولكم، ويفصصكم من اللي هيعملوا فيكم، وبعدين يفرد جساسكم واحد واحد ويشمر ويقعد على تلها وياكل. هياكل وياكل من غير حتى ما يترحم عليكم، ومن غير ما تجوز عليكم رحمة. ما هو اللي يموت منتحر يموت كافر، وده اسمه انتحار. مصيبة ان الكل عارف. لا وموافقين، وانتي لازم توافقي يا هانم. ودي مين دي كمان؟ انتي يا سلمى؟ قطعت حتى اني هانم مش هنقدر نعيش طول عمري كده. واني قايلالك تسيبيني يا بنتي وتروحي معاهم، ما تخلينيش تعملها. ومش هنقولك تاني ان كل اللي حصل لي كان في الاصل بسببك، لان انت متأكدة من ده. اصيلة يا سلمى. وانت كمان اصيلة يا هان، ده انت الاصل كله. البنت دي زي ما تكون بتتريق. بتتريق يا بنت؟ ايه يا بنت ضرة امك؟ مفيش حد فيكو زي. لو كان حد مكاني ما كانش ساب امتحاناته ومستقبله وجي يقعد جنب بنت ضرة امه. ده الاخر. الاول بقى كلكو عارفين مهما عملت زي ما اكون بشحت منكو الاخوة والحنية. ساعة تقولوها بهزار اعمل نفسي بضحك، تبقى مصاريني بتكركب. ساعة عصبية بتمنى حد فيكم يطيب بخاطري زي ما يكون بياخد عليا ثواب. قدمت وبقدم وفي الآخر عايشة وسطكم زي الغريبة. الغربة دي انت اللي اخترتيها يا نودي، عز وفخفاخة في بيت خالتك يا روح خالتك. ده ابوكي كان نفسه يشوفك يا بنت قبل ما يموت، وانت حاجك فارغة وكلام فاضي. ده انت حتى ما كنتيش بعرفي تسبكيها، ده في الأول. أما في الآخر مش زي ما انت بتقولي. انتي اجلتي امتحاناتك عشان تاجلي مجيك هنا سنه، لحد ما خالتك تشوف لك عريس متريش تقفي على كتافه وتبص لولاد دره امك من فوق. انتي ولا حاجه، لا عارفه تعيشي دور الشهيده ولا عارفه تقلبي له صح. حته ولا جابك الارض، هو نفس الولا اللي لو اخر راجل في الدنيا مش هتجوزه بعد اللي عمله فيكي. انا احن منك واحسن منك مليون مره. عارفه ليه؟ عشان انا عارفه مصلحتي كويس ومصلحه ولاد دره امي. لما هند قالت لها كده انت بقى قلت لها ايه؟ قلت لها غبيه، هتعيشي وتموتي غبيه، مش قادره تفهمي ان بعنس ولا زيه موجودين في كل مكان واي زمان، لما احنا موجودين في المكان الغلط والزمان الغلط، ويا دوب عايشين. دي مجنونه، في حد عقل يعمل كده؟ انت مجنونه. مين اللي مجنون؟ سيبنا لك العقل يا ابو عقل. ابدي عقد جديد في فيلم جديد غير ده. فيلم ايه مشخصاتي ليه وانا زيك؟ الاخت الكبيره اللي بتضحي عشان اخواتها. فين التضحيه؟ شويه القهوه والشاي اللي بتنزلي تبيعيهم؟ وانا قلت لك 500 مره اني ممكن نعمل اللي انت بتعمليه ده ونقف مكانك. ليه ما تكملش الفصل الثالث من المسرحيه وتاخد تسريب الناس لوحدها؟ حرام عليكم، انتوا كلكم عليا ولا ايه؟ ما حدش يتكلم معايا بالطريقه دي. سيبيهم يا سلمى. ايه تاني يا ولاد الباشا؟ لو النبي بلاش سيبيهم يا سلمى، ما تاخديش سلمى شمعتك. مش سلمى دي اللي كانت راقده بين الحياه والموت في المستشفى وانت كل اللي شغل دماغك حظ ظابط؟ مش سلمى دي اللي خنقتيها بايدك لما لمتك على تفكيرك فيه ليل نهار؟ مش سلمى دي اللي كانت في الانعاش وانت نايمه في المستشفى وعماله تحلمي بحظ ظابط وحوده والناس كلها شافوكي؟ مش سلمى دي اللي الكل اتحايل عليكي تروحي للست اللي هتساعدها في علاجها؟ ومش هي برضه اللي لو وافقت دلوقتي ممكن تمشي على رجليها لو سفرناها بره؟
والله مش بعتك واني مش عايزانا ننزل مصر عشان ما تشوفوش في اشاره مرور ولا تشوفيه صدفه. روحي يا حبيبتي البسي الجلابيه اللي هو بيحبها، ولا اقولك افتحي الدولاب وطلعي الشقه وقعدي اتفرجي عليها وعيطي، ولا انزلي المخزن اللي اداهولك الكباره وسحي فيه براحتك ولعاني اللحظه السوداء اللي شفتي فيها. بس بلاش تاخدي سلمى حجتك عشان كل حاجه قدام عينيا وعلى يدي، والموبايل اللي اتكسر بسببه يا هانم كان موبايلي. ايوه دكتور بالطري، بس دكتور شنطتي ما تفرقش كتير عن شنط حلقين الصحة، ومنظري ما يديش حتى تمرجي، منظرنا كلنا ما يديش ولاد باشا ولا حتى ولاد نظر عزبة. بس موافق وقابل وبتمنى من كل قلبي انه يكون زي ما قال مرسل عطشجي بالظبط. انا متأكد من كده، لما يلاقي العملية دخلت في الجد وابتدى يكوع من دم قلبه ميات وألوفات هيزهق. أنا عارفه كويس، عامل زي العيل الصغير لما يشبط في لعبة ويزهق منها ويمل يطلب من بابا يجيب له غيرها أو يكسرها. ومين هيديله فرصة؟ أنا مش هسيبكم، أنا معاك بكل قلبي، وأنا عارف إن كنتوا مش هتبخلوا عليا بكم عيل يسلوني وياخدوا ويدوا معاه في وحدتي. بقى مرت محرق قلبه على عياله، قصدي فلوسه. أنا برضه ما سبتوش، أني برضه سلكت منه زرب عيال يجي نص مليون جنيه وهو عارف. قلت له ده ابن عمك والدم بيحن يا استاذ مرسي. كل دم في الدنيا يحن الا دم العطشجيه، ده عيلتي وانا عارفها كويس. عيله واطيه وسواء سمعه الواطيين. ايوه انا عارفهم كويس قوي. ايدوا معايا يا جماعه، ربنا ياخده وياخد بقيه العيله المعفنه ديت وترجع لي الام اللي راحت مني. ادعوا معايا يا جماعه، ادعوا. وهو ده اللي طمني، اللي طمني انه هيبقى معانا من الاول للاخر، غير اللي هياخده من بهنس. وهيبيع ابن عمه؟ ابيع اللي نفضني. هو اكل ولا بحلقه يا هانم؟ اكل ولا بحلقه؟ ما قلقه منه نشوف غيره، مفيش اكتر من المحامين اصحاب المبادئ. زيكوا كده يا ولاد الباشا. انا ما عنديش مبادئ يا مطوح، انا ما عنديش مبادئ. الحكاية كلها جلجاها لاجل انه جاي من طرف الواد بدوي. احنا مالنا ومال بدوي؟ ثم ماله بدوي؟ واطي وندل ونتن، وايه كمان؟ وكذاب. كذاب كذاب، كذب على نفسه قبل ما يكذب علينا. كلنا بنكذب على بعض وكلنا لازم نصدق الكذب. كلنا شفنا بعينينا مولانا بهنس فارد المصلية ومش عارف اتجاه القبلة، بيسلم على الشمال قبل اليمين. كلنا عارفين ان اتجاه قبلة بهنس غرب يا هانم، لا مبادئ ولا اخلاق ولا ضمير. كلنا متاكدين انه من اهل الشمال. وسكتنا، سكتنا خالص. عارفه ليه يا هانم؟ كل واحد فينا افتكر ان هو الوحيد اللي خد باله، كل واحد خاف لينقل الخوف لاخوه هيرجع ويرجعه في كلامه. كلنا قلنا له تقبل الله يا باشا، واحنا خارجين لقيت السكرتير بتاعه بيقدم لي كرنين قبض الاطباء وناقص يحلف طلاق تلاتة انه دكتور، وان الباشا بتاعه عيان وداري يوزع شركاته وفلوسه رحمة ونور، وعايزنا احنا بقى ننصحه انه يتعالج. ممثل فاشل وكذاب. ماشي، حاسس ان الدنيا كلها حواليا بتلف، كل الدنيا كذابة. ايوه كل ابتسامة وكل نفس كذاب، كل ضحكة كذابة، كل دمع حتى لو من عيل صغير كذابة. حتى العيال الصغيرة بتكذب، حتى أني أكبر الكذابين. وانت يا سلمى، وانت يا هند، وانت يا بدوي، حتى انت يا هند كذابة. بس مش عارف، أنا حاولت نقنع نفسي بأي حاجة، نضحك عليها، نألف لها أي حاجة، أي حاجة تخليها تطمن، أي حاجة تخليها تخرس تستسلم. لأننا لازم نعيش زي كل الناس ما عايشة، لازم نعيش زي كل الناس ما عايشة، لازم نعيش زيكم كلكم. كفاية ظل بقى، كفاية ظل بقى، كفاية ظل. صدقوا الولا صعب علي،
أول مرة في حياتي نشوفه وهو في الوضع ده. يعني عايز تعلق بأي قشاي توصله على أي بر حتى إن كان البر ده وقفلوا عليه أمنا الغول. هو أعمل كده أنت أبك حن. يوه مش أخويا يا ولا. خطوة عزيزة يا بيك بوس. على فكرة عزيزة دي بنت خالتي. وكل ولاد خالتي ما يفرقوش عن ولاد عمي. ما انت عارفاهم مرسي أنضافهم. مرسي أبوه أمه اللوس. أنت صوفي مرسي. تفتكر كده يا ولا؟ تفتكر الصحة والعافية يا رب. يا أستاذ مرسي طول ما الولاد عاملين قيمة لأبوهم في الزمن الجاحد ده حط ببطن البطيخة صيف وشتوي كل فصول السنة. أيوة بس ده راجل ما يتاخدش بكلامه. وبعدين لو بهنس حيينه كده بكام عيل من دول ادي وش الديه. لو شفتي هو وبهنس وهما داخلين على وكيل النيابة تقولي عليه ولا مجدح. قمة الجدعنة يا سيادتك ان الانسان يخاف على اقتصاد بلده. وموكلي مش اي انسان ده اقتصاد قائم بذاته. ولما جاله ولده هيعلم مسبقا بملفه الاجرامي. كانوا فين يا استاذ موكلك قال في محضر الضبط ولا وكيل النيابة ان شافه صدفة هو بيزور المرحوم مدبولي. ما اكثر الصدف التي تغير مجرى التاريخ. ولما جاله الولد وعرض عليه الالماز المهرب ولجل الحظ الطيب كان سرق اسف للتعبير كان اخذ الموبايل والموبايل عليه ارقام مهمه جدا امثال المقدم فريد واللي اتصل بيه عشان يبلغه. قصدك يسخر منه حسب المكالمه. يظلمني يظلمني. وضح يا مرسي. وحسب أقوال المتهم المتوفي لم يكن يعلم موكلي مكان ولا معاد التسليم. موكلك ماضي على شيك بستة مليون دولار والصفية بمليون جنيه والتوقيع توقيع. وأنا ما أنكرتش يا باشا بس سعادتك بتقول اللي عليا وتسيب اللي ليا. دي مؤامرة مسبوكة عليا من منافسيني في السوق واللي منهم ضابط سابق كان زميلي المقدم فريق قبل ما يقدم استقالته. عشان كده ولذلك دي حلوة قوي. خش بتقولك يا ابن عمي. ولذلك وليس من المستبعد أن يجامل زميلي على حساب موكلي ليغير من الحقائق والحقائق لا تتغير وبناء عليه. اللهم صل على النبي. الإفراج عن بهنس العطشجي من سرايا النيابة وإسقاط التهم الموجهة إليه وإلى مدير أعماله وقد أمر النائب العام بحفظ القضية بعد ثبوت عدم تورط رجل الأعمال بهنس العطشجي ومدير أعماله وأنه محاولة بحسن نية مساعدة العدالة في الكشف بتنظيم تخريبي وآخر يضر باقتصاد البلد بعد أن عرض حياتهما للخطر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إحالة ضابط الضبط إلى التحقيقات بتهمة إساءة استخدام السلطة. هذا وقد تم إحالة المقدم فريد محمود إلى التحقيقات التي ستجري بمعرفة وزارة الداخلية للوقوف على ما جرى منه تجاه بهنس ومدير أعمال. ده طيب مسودي حدى السجن. الضابط ده يا أخويا باين عليها روح في الرجلين. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هو الطيب في الزمن ده ملوش مكان. الطيب نسي متان. طيب نسي متان زي حالة الضابط ده مش عارف. انا لوحه اديبي توسري اديبي سطا هانم لوحه اديبي توسري. يلا يا هانم عشان لسه ورانا سفر. يلا يا هانم عايزين نلحق الراجل قبل ما يمشي من الفيلا. ما قلنا يلا يا هانم. Thank you.
حود ولا يا حود. ايه ده هانم؟ ايه اللي جابه بدري كده؟ قول ايه اللي هيمشيكي بدري قوي كده؟ خلاص يا هانم همشي وقتي. بالله عليك يا ولا خد بالك من النصبه. نصبه 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 ايه بقى؟ على راي مرسي الدنيا محتاجه كتير قوي يا ولا، واحنا ما عندناش غيرها. خد خد يا ولا حود، خلي دول معاك. هانم خد حدا معاك، نطمن الاول يا ولا وهنشيع لك. هانم خد حدا خد حدا معاك. يلا يا هانم بقى حرام عليك. استني هنرجع لك تاني. اطلع يا اسطى. يا صباح البشوات الاونطه. خد يا علي خد الشنط دي وديها العربيه. ده اولكش يا لهوي. ايه اتخضيتي يا قطه؟ ده اللي انت هتموتيه بايدك، وهو ده الشرط الاولاني يا هانم. نموته يا باشا، بلاش الدخله الجامده دي عشان ما تقلقش يا باشا. ماشي يا عم الحنين. عادي يا اخت عادي. انا جاهز بالاوراق يا ابن عمي. مش الأول نرحب بالست الهانم؟ مرحبا بابا، سبق ورحبت يا أخويا وفي نفس المكان. يخيي يخيي على القلوب السودة. ما تأخذهاش يا سعادة الباشا. ما حنأخذهاش يا عين أختك. إزيك يا بنت الغالية؟ تسلم يا سعادة الباشا. شفت فقر أمك؟ كان زمانها ست المكان ده كله. وعسى أن تكرهوا شيء. يا ايمانك يا اخت اللي بيشر منك، واخده كل حاجه من ابوها حتى في الطمش. مش هتخلصونا ولا ايه؟ هنخلص وهنخلصكم. اديها الاوراق اللي هتمضي عليها. كلهم هيمضوا ولا هانم لوحدها زي ما امرت؟ هانم لوحدها اللي هتمضي. حتى على الفيلا والعربيات؟ حتى على الليفه والصابونه اللي هيتليفوا بيها وينضفوا من الجلخ. نمضي العقود. بسم الله الرحمن الرحيم. ده عقد بيع السيارة بتاع بدوي، وده عقد بيع السيارة بتاع عوني، وده بتاع سلمى لما تقوم بالسلامة إن شاء الله. وده عقد بيع هند بنت الغالية. وده عقد بيع سيارتك والفيلا كمان وعربيتك يا هانم. وعقد الفيلا ان شاء الله هيبقى عقد بيع وشراء. اما بقى ده هيبقى عقد هبه. هبه مين؟ لا مش هبه مين، يعني هديه من الباشا ليكي، شركه مقاولات كبيره دي ضمه الاصول المبنيه والمعدات و50 مليون جنيه خارج العقد، ودول يقدروا كلهم على بعض حسبي الله ونعم الوكيل فيه. كده تشرد العيال كلهم. كمل لنقطم رقبتك. اياك يطمر.
الاصول والمعدات ب 300 مليون جنيه وفور التسجيل على طول، من حقك تغيري اسم الشركه. معايا هانم؟ هانم لحد دلوقتي بس انا بقى مش هنمضي على اي ورقه الا لما نسجل الاول. حقك، شفتي بقى النيه الحلوه؟ وده كله ليه بقى ان شاء الله؟ اهي دي بقى اللي مش من حقك. وبعدين يا هانم، هات يا اخويا الورق والقلم، خلينا نمضي ونخلص. شفتي بقى، انا لو نيتي وحشه لا سمح الله كنت وافقتك. خدي بالك بقى، دلوقتي جاي موظف الشهر العكاري لحد جنابك، هنسجله وبعدين تمضي وانا ضامنك. فعايزي امرني. هات المرتشي ده وتعالى ورايا. وبعدي على الخزنه. ها، عدي على الخزنه، خد لك مياه وزيهم لرجالتك اللي كشفوه. ورايا. امرني يا باشا. مالكوا يا ولد الباشا؟ زي ما تكونوا موت. تقدري تقبلي فينا العزا يا هانم؟ علي صوتك يا هانم. سمعني صوتك، نعبي لك شريط ولا اثنين يا هانم. هاني هاني بهنس العطاشجي، تأكلوا البارودة وياخد الزنبة ويتكرع يا حمد. انا عملت مز المسعود، هو كلمني من شويه قال لي الراجل بتاع الشهر العقاري جاي حالا. المهم الاختام، المهم يكون معاه الاختام بتاعته. اختام؟ ما اتختمنا على قفانا وخلاص يا اخوي. امضي يا هانم. ده ورق ابيض. هتمضي يا هانم، انت هتمضي على الشقه ولا نصبه الشاي اللي في الزنقه؟ ايوه بس كده الورق ده. مارسي اخلص يا مارسي. خلصت روحك وروحه يا بعيد. هتمضينا على ورق ابيض. الراجل هيدفع ملايين، لازم يضمن حقه. حقه في ايه بقى؟ هو ده شرطه هاني، ما تمضي ولا ايه؟ امضي يا هاني، امضي علشان خاطري انا، امضي. هنمضي يا سلمى، هنمضي. اقر انا الموقع ادناه وفاضي المقر بما فيه. ايه هو بقى اللي فيه؟ كل خير ان شاء الله. امضي يا شبه، العيال عايزين يفرحوا بعربيتهم وفيلتهم. فضلت خيرك، ما هو كله مكتوب باسمك، حتى الهدوم اللي هتسترهم من فلوسك. ناقص عقود الفيلا والعربيات اللي مدفوعه ثمنها مقدما من ابن عمي. مبروك يا وليد. لا يا باشا. وده وليد، حطهم في الخزنة واقفل عليهم وتعالى بسرعة عشان توصل ولاد الباشا للمكان اللي هيتويهم. طب بالنسبة لحضرتك الشركة، هنروح امتى الشركة؟ يومين ثلاثة على بال ما تريحوا بدنكم. نروح نكمل على الواطي. ما تنجزي بقى يا هانم، خلينا نحصله هند بره. يلا يا اختي. وانا مالي يا هيفا؟ ما اختك اللي عملت فيها ام العريف وخلتني امضي للراجل على شيك بخمسة مليون جنيه وبعد كده طفش. ايوه طفش، معرفش راح فين، بقاله ثلاث ايام مختفي. قولها وحشتيني. صادق قولها وحشتيني. ثانية واحدة هيفا. نعم قولها وحشتيني. يعني ده وقته؟ ممكن تخليكي في اكلك؟ ايوه هيفا
اختك هتجنني. اتكلمها اتكلمها. طيب خدي خدي كلميها. خدي خدي. ايوه يا هاني. ما انا رحت له واحنا قلنا له الشيك المفروض يبقى الشيك. ايوه مين بابا عامل ايه؟ صباح الخير يا صادق. ماما خير في ايه؟ نعم ايه خير في ايه دي؟ يعني ايه امشي اروح؟ انا اسف حبيبتي. لا انا اسف اقعدي افطري معايا. خير مالك شايل كده ليه؟ ده بقى الطبيعي كل يوم دلوقتي. انا عايش في حرق الدم. انا حاسس ان انا ما كانش لازم ارفع الموضوع ده من الاول. يا ماما تاني يا صادق هنعيده تاني؟ تاني وتالت وعاشر. بقول لك عايش في حرق الدم. ابنك ابنك اللي كان بيحارب عشان كل حاجه في الدنيا تمشي صح وكل واحد ياخد حقه بقيت عايش وسط مؤامرات ورشاوي. اهو ابني ده هيخليني اندم ندم عمري على ان انا جيت اشوف. انا اسف. هاي يا طنط. هاي يا ريم ازيك يا حبيبتي؟ اسمها ريم هاني. ها؟ ريم هاني. كمل فطارك يا صادق ورانا مواعيد مهمه. ويكلي يا حبيبي استحمل. الراجل مسافر بيتعالج وانت هنا راجل البيت دلوقتي. دي بتقول لي ويكلي. ما تبطل تشربوا ميه يا وليد خليه يعرف ينطق. ما هو لو ما شربش مش هيعرف ينطق خالص. ما نسمعش صوتك خالص. انا قلت 100 مره بلاش الشيشه دي شيلها يا مسعود. ما نقصدكش انت. خلاص يا باشا احنا نسينا على كل حاجه وهو مش هيعمل كده تاني. اهو يا باشا سمعت ودنك وهو قال حاجه يا باشا. هو ولا غيره يقدر يفتح بقه بكلمه بعد اللي حصل له. طب بنقول لك ايه؟ مضي على ورق اكتر من اللي مضت عليه هاني وحطه في الخزنه وتعالى ورايا. ايدك يا ولد. يلا باشا. الباشوات بيقولوا ان هم قرايب. ازيك يا عمي؟ عايز ايه يا ولد؟ كل خير يا خال. احنا جينا لحضرتك عشان ومال اللي بعتك انت وهو وهي؟ احنا ياما جينا كتير وحضرتك رافض حتى تكلمنا يا عمي. عمل دبه بروح عمك خلف. ايوه يا باشا. لو حد منهم عطم هنا تاني هتشوف شغلك. ليه كده بس يا عمي؟ هو كده يا غلس يا ابن الغلس. يا خال يا خال احنا مهما كنا اهل ودمك بيجري في عروقنا واحنا اولى بيك من غريب. قلت نفس الكلام لامك قالت لي خد الباب في ايدك وانت خارج. ابوكي بقى كان ناقص يرميني من الشباك. اما انت يا سي سالم فروح للجيران يمكن تصدق اللي عمله المفحور ابوك. عمي فوزي ايه رايك يا هاني؟ شايف الشياكه دي كلها؟ عايزكوا لما تخشوا الفيلا برجليكوا اليمين وتسموا انتوا داخلين. الفنان عربيتك. دكتور عربيتك. بنت الغالية عربيتك. ودي عربية سبيشال لهانم بنت الباشا. طب وسلمى؟ سلمى بيصنع لها كورس سبيشال فول اوبشن من المانيا. لا يا مرسي انا عايزه نعمل العمليه ونمشي ونقف على رجليا. انت مش هتمشي وتقفي بس ده انت هتطيري كمان بس تمضي العقد الاول.